شكرا معلقنا الكابتن عزب الشرباجي. اذا انتهت احداث المباراه لتحديد المركزي الثالث والرابع بين منتخبي الكاميرون والكونغو الديمقراطيه بفوز الكاميرون 3-0. بشكل كبير الكاميرون كده ضمنت مقعدها كثاني افريقيا، وانتظار طبعا مباراه مصر والمغرب ان شاء الله، ان هي في حاله فوز مصر ان شاء الله تكون ضمنت مقعدها في بطوله العالم القادمه. قبل ما نتناول هذه المباراه والمباراه القادمه ان شاء الله، مباراه مصر والمغرب على زعامه القاره الافريقيه، برحب بضيوفي الكابتن ممدوح اسماعيل نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن عيسي. برحب طبعا بالكابتن حسام شعراوي احد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدير فني فريق الشباب لكره الطائره في النادي الاهلي. اهلا بك المره الثانيه يا كابتن. اهلا بك كابتن. كابتن ممدوح، يمكن صارت الامور كما كان يعني مخطط. تنبؤات. التنبؤات ده مخطط ومنبأ وكل شيء. من الناحيه الفنيه الكاميرا طبعا شفناها قبل كده وشفنا الكونغو قبل كده، فهنا كان الفرق كبير جدا. يمكن الكونغو بتلعب يعني ماتش كده بتودع بيه البطوله وبياخدوا مركز رابع، بس طبعا كون ان هم يجوا يشاركوا ده انجاز كبير. كمان النهارده حققت لاول مره ان هم يوصلوا كاس عالم، لان كان قبل كده البطولات الكبيره كان دايما تونس هي اللي بتطلع مع مصر في كاس العالم، فكمان النهارده ده انجاز بالنسبه لهم ان هم يوصلوا كاس عالم. شفنا الفرحه بعد المباراه كابتن، يعني فعلا هم سعداء وفرحانين وبيزيطوا ومستنيين بقى نتيجه مصر عشان يطمعوا ازيد وازيد. بس خليني اقول لك كابتن انه افريقيا السمراء يعني دخول الفريق منها للكأس العالم او بطوله العالم القادمه. خلينا اوضح حاجه، ان احنا كنا بنقول كأس العالم في المنتصف الاول من الاستوديو التحليلي، ولكن كابتن شريف الشمرلي الحقيقه بعت لي مشكورا طبعا كابتن مصر ويعني في كره الطائره، بعت لي قال لي صحح لي المعلومه انها بطوله العالم وليس كأس العالم اسوه طبعا او زي كره اليد. بشكر حضرتك يا كابتن طبعا، وبتبقى حلوه لما بيكون في تفاعل يا كابتن مع طبعا كابتن شريف من المحاضرين الدوليين، وياما كان ليه انجازات قبل كده مع نادي الجيش ومع منتخب مصر للشباب ايام جيل عبد الله عبد السلام واحمد صلاح، كانوا واخدين برضه رابع، وكابتن جابر عبد العاطي الله يرحمه. فيمكن هو بيضيف كل جديد وتطورات بتحصل في الاتحاد الدولي هو بينقلها للمدربين المصريين عن طريق صفحته. صحيح. والمحاضرات اللي بيعملها للمدربين الافارقه وكمان اللي بيسافر وكده. فاضافه يعني بنشكره عليها، ودايما بنحب التفاعل مع اسره كره الطائره يعني دائما ابدا. كابتن حسام اجي لحضرتك، المباراه كما توقعت. طبعا يعني هو فرق المستوى باين جدا بين الكاميرون والكونغو، وزي ما قلنا ان الكاميرون فرقه كبيره، فرقه كسبت المغرب ماتش سهل برده 3-1. الكونغو زي ما قال كابتن ممدوح جايه مجرد مشاركتها في البطوله ديت ده شرف ليها. شفنا النديه على بعض الفترات يا كابتن، يمكن تكون النديه كانت في الشوط الثاني، في اول الشوط الثاني شويه، لغايه لما حصل كده خطا بسيط في الدفاع في فرقه الكونغو، فاللعيبه طبعا فكت وسلموا الماتش خالص، والسكور فيها خرج كبير يعني في من النص الثاني من الشوط الثاني والشوط الثالث كله. طب من وجهه نظر حضرتك كابتن، يعني الكاميرون زي ما قال كابتن ممدوح يمكن القاره السمراء كانت في غياب مستمر عن بطولات العالم، لان كان المقعدين المحجوزين بيبقوا غالبا مصر وتونس، ولكن شايف فريق الكاميرون يعني الشاب ده هل هو ممكن يبقى نواه جيده لبناء فريق نشوف فيه بعد كده منافس قوي لمصر وتونس؟ طبعا يعني في لعيبه كتيره كويسه في فرقه الكاميرون، لعيب رقم 10 كويس جدا، والبصير المعد بتاعهم بيبص مميز، بيبص على البلوكات الناحيه الثانيه، بيعرف فين البلوك الضعيف بيبدا يشتغل عليه. وكمان لفت نظري كابتن الفريق رقم 6 في مركز 4، لعيب يعني نقدر نقول عليه كده بالعاميه لعيب مستوي شويه على السن بتاعه، بيلعب بريست دي كويس، بيتحرك، بيبص على البلوك، بيقدر يحط الكره في المكان الفاضي. حد لفت نظرك من الكونغو يا كابتن؟ شويه اللعيب رقم 10 واللعيب رقم 14 لما نزل في حائط الصد في الشوط الثاني بدا يعمل شغل شويه، في بدايه الشوط خد كام بلوكايه ضرب كوره في الثانيه، واللعيب رقم 10 طبعا الاوبزيت اشتغل كويس من اول الماتش، شاط كام كوره برده، كان يعني الى حد ما كان هم الاثنين دول الباينين. طب كابتن يعني الفوز مصر على الفرقتين سواء الكاميرون او الكونغو الديمقراطيه بيتهيألي ده مش هيبقى اعداد جيد، بيتهيألي يعني طبعا ننتظر مباراتنا مع المغرب الشقيق، بيتهيألي ده مش هيبقى اعداد كافي يعني ساعات غالبا او مش ساعات دائما ابدا بتبقى بطوله افريقيا هي خير اعداد ليك لو خاصه هتلعب في بطوله عالم. طبعا، ولكن بضعف يعني شويه او تفوق المنتخب المصري عن الفرقه الاخرى، بلاش نقول ضعف، مش هيبقى اعداد قوي يعني، يمكن محتاج المنتخب برده مباريات قويه. يعني انا كان نفسي يبقى فرقه تونس موجوده، فرقه المغرب كمان، الجزائر كمان موجوده، دي كانت هتبقى بطوله قويه جدا.
انما الفرق المشاركه مش هنقول برضو ضعف، هنقول مستواها قليل شويه عن منتخب مصر. فده هيضطر ان الاتحاد ويضطر الناس المسؤوله عن المنتخب ان هي تدور على فرق تانية في فتره الاعداد القادمه، ان هي تروح تطلع تلعب في اوروبا، تلعب في امريكا الجنوبيه، علشان تبدا تاهل نفسها لبطولات بطوله العالم، ان هي تبقى بطوله طبعا مستوى عالي جدا، نبدا نحسن مستوانا شويه عن بطوله افريقيا، ونبدا نحافظ على المستوى اللي احنا كنا فيه في الجيل دوت، واخدين مركز رابع. بتهيألي هيبقى صعب موضوع الاعداد ده يا كابتن كمان في ظل كورونا، يعني مش هتلاقي انت لو انت قادر تطلع ممكن دول ما تقدرش تستقبلك، يعني برضو الموضوع صعب. هو ممكن الموضوع يعني نسبي، لان الفرق برضو اللي هتسافر بطوله العالم دي برضو عايزه تعمل ماتشات اعداد مع فرق المفروض كويسه. احنا المفروض الفرقه بتاعتنا دي محققه مركز، يعني محققه بطوله افريقيا النهارده ان شاء الله، محققه قبل كده بطوله رابع عالم، فهي من الفرق المصنفه. فبيتهيالي ان فرق كثيره هتبقى حابه ان هي تلعب مع منتخب مصر عشان هي تستفيد، واحنا بالتالي برضو هنستفيد. طب انا بقترح شيء يا كابتن ممدوح، يعني حضرتك مجتهدنا يعني وعلى درايه كافيه طبعا بالامور دي، لو عندنا اي فريق بقترح، يمكن المسؤولين سمعنا دلوقتي وحاجه لمصلحه الرياضه المصريه، انا عندي فرقه طالعه بطوله عالم زي فرقه مصر النهارده وعايز اظهر بمظهر مشرف، ايه المشكله انا كمصر انظم بطوله مصغره وديه ادعو فيها كل الفرق المشاركه في كاس العالم اللي على مستواي او اللي احسن مني شويه، وانظم بطوله من 4-5 فرق بدل ما انا اسافر هم يجوا لي، انا ضامن ان انا هنظم كويس، وحضرتك شايف البنيه التحتيه والاجراءات الاحترازيه، الناس كلها عايزه تيجي، واكيد الدول اللي ما شاركتش اكيد دلوقتي فكرت 1000 مره ليه ما كنتش جيت. شايف حاجه زي كده ممكن تبقى مجديه لمنتخباتنا يا كابتن؟ اكيد اكيد، هو فكره جميله جدا، وفكره بتوفر الامكانيات بدل تذاكر السفر والاقامات وكده. فانت النهارده بتتفق مع دول وبتعمل بروتوكولات وخبر حياتك مع دول في مستواك، انك ازاي ترتقي مع مدارس اخرى غير مدرستك، مدرسه بالزبط. اوروبيه، مدرسه امريكيه، مدرسه اسيويه، وتقدر تجيب 4-5 فرق وتلعب بطولات هنا. ودي كان بتعمل ايام جنة اسمها بطوله مصر الدوليه او بطوله القناه الدوليه، كان تملي كل سنه في احتفالات اكتوبر، كنا بنسافر بورسعيد والمنتخب الاول والمنتخب الثاني وسي تيم، 3 فرق من مصر مع 3-4 فرق من بره، وكانت بتبقى من اقوى البطولات، خاصه ان احنا عندنا فرق هتلعب عالم بطوله. دي حقيقه. بس هو فعلا هي منظومه اللي اخر اي تخطيط للمنتخب دوت، ان انت لسه لحد وقتنا هذا ما تعرفش بطوله العالم هتتلعب فين وامتى. اي فرقه هتروح بطوله العالم الاتحاد المصري مشكورا والوزاره تبقى موفره امكانيات لاكثر من كذا معسكر عشان تعد الفرقه دي، بس احنا عايزين نتبع الاسلوب ده سواء في بطوله عالم او بطوله عالم، احنا في اجيال بنعملها علشان بنعمل احلال وتجديد للمنتخب الاول، ما استناش لما اللعيبه الكبار يبطلوا او مستواهم ينزل وابدا افكر في الناشئين، لا، هنا النهارده انا بعد من جيل من الناشئين والشباب عشان اعمل تواصل في الاجيال، وتفضل مصر محافظه على البطولات الافريقيه والمشاركات العالميه. طب رايك يا كابتن، يعني برضو الجيل ده يعني من الاجيال الواعده في الكره الطائره جيل مصر، وهنستعرض مع الناس مع الساده المشاهدين كل اسامي المنتخب والجهاز الفني، هنكلمكم اكتر لسه ان شاء الله عندنا وقت لانطلاق المباراه، واذكركم المباراه ثانيه هتنطلق الساعه 7 مصر والمغرب، وهتبقى المباراه الختاميه، وان شاء الله اذا فازت مصر في هذه المباراه هنكون طبعا زعامه القاره الافريقيه ونتاهل كاول عن القاره الافريقيه. وطبعا زي ما اكد طبعا مراسلنا طبعا فاروق صلاح من ارض الملعب، وقال ان طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه هيشاهد وهيحضر المباراه النهائيه. كابتن يمكن برضو يعني ارجع لموضوع الاعداد للمنتخبات، يمكن منتخب اليد او منتخب الاول لكره اليد لو كان الاعداد اقوى من ذلك يمكن، او الاحتكاكات مباراه قويه كان ممكن، ولكن يعني لم يكن اكتر زي ما بيقولوا في الاستطاعه اكتر مما كان. هو في حاجة مميزة جدا عملها الدكتور حسن مصطفى، ان هو قادر ان هو في رياسته في الاتحاد الدولي ان هو باصص على دول افريقيا وفي نفس الوقت على المنتخب المصري، وبيبدأ يعمل بطولات ومشاركات، وبيبدأ يطلع اللعيبة وقوانين تسمح للعيبة تحترف بره. احنا ما نشوف مكون المنتخب المصري للهاندبول تلاقي الناس الاغلبيه اللي بتلعب في الملعب هم كل واحد اللي محترف في فرنسا وفي اسبانيا كلهم محترفين، فبالتالي محتكين بنفس اللعيبه اللي هم لعبوا قدامهم، فبالتالي حقق نتيجه كويسه. طب ليه ما عندناش كده في الطياره؟ والله الدكتور سامح وخبر حضرتك بيحاول مع كابتن ابراهيم فخر الدين مدير المنتخبات القوميه بيحاول جاهدا دلوقتي، عملوا منتخبين الشباب والناشئات، ودول عملوا بطوله هو بيلعبوا فيها، وفي نفس الوقت منتخب الناشئات مسافر في اول مارس، ودي خطوه كويسه في اللجنه اللي ماسكه لحد ما يجي القوانين الجديده مع اتحاد جديد. نتمنى ان هم يبقى بنفس الفكره وبنفس المستوى ويخططوا عشان نرتقي بالمنتخب المصري والمنتخبات كلها للعالميه. طب كابتن حسام، يعني انا افهم من كابتن ممدوح انه الاحتراف الخارجي للاعبين بيبقى ليه دور مهم جدا في قوه منتخب
مصر، يمكن من بعد عبد الله عبد السلام، حمد الصافي، احمد صلاح، يمكن ما جالناش حد محترف بهذه القوه خارج مصر. السبب ايه يا كابتن؟ يمكن يكون احنا قعدنا فتره كبيره في مشاكل في الاتحاد، لجنه مؤقته في اتحاد بعد كده. لا قبل كده كمان يا كابتن، لا يعني الفتره اللي يعني هي الفتره دي كلها مثلا من ساعه ثوره يناير من 2011 لغايه وقتنا دوت، احنا فتره كبيره جدا مفيش استقرار برضو، مش هنقول في الدوله كاتحاد نفسه كالتحاد. الحاجات دي كلها كانت بتاثر ان في اللعيبه كمان اللي طالعه في الوقت دوت في المرحله السنيه دي العشر سنين دول ما كانش فيه اعداد كويس للمنتخبات الناشئين. بس الجيل ده كويس يا كابتن، ما هو ده رابع عالم. ده املنا بقى ان احنا نحافظ على الجيل ده برضو يا كابتن. يعني ازاي خدنا رابع عالم ومفيش ولا واحد من دول اتخطف طلع بره؟ ما ده املنا ان احنا نحافظ عليهم، احنا املنا ان احنا نحافظ عليهم ان احنا نحاول نطلعهم بره، او زي ما كابتن ممدوح قال ان احنا نعمل لهم بطوله عالم، ان هو حتى كمان نظهرهم كمان مره كمان، لان الفرق لما تيجي تبص على لعيب بره مش بتبص عليه في بطوله واحده، لا انا عايز ابص عليهم مره واثنين وثلاثه بالظبط كده. احنا اللعيبه بتاعتنا ظهرت بشكل كويس، بالذات بتهيألي مثلا عبد الرحمن الحسيني او مروان الصافي ظهروا بشكل كويس جدا في البطوله اللي فاتت، فاتمنى ان هم يظهروا السنه دي برضو عاملين شغل كويس في البطوله بتاعتنا ديت. لو حصلت في بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله وظهروا بنفس المستوى او مستوى اعلى شويه، هنلاقي الناس بتبدا تتكلم عليهم، احنا عايزين عبد عايزين الحسيني، عايزين مروان، زي ما حصل مع احمد صلاح وما حصل مع عبد الله عبد السلام. طب يا كابتن، يعني خلينا بقى نخش في مباراه مصر اكتر يا كباتن، ونتكلم طبعا عن حظوظ مصر والمغرب والامور دي. طب خلينا يعني ايه اللي بيميز منتخب مصر اللي شايفه كابتن؟ بيميز منتخب مصر طبعا القوة الضربة بتاعته، عبد الرحمن الحسيني مركز أربعة طبعا، لعيب في النادي الأهلي ده، يعني أنا بحس إن هو لعيب سابق سنه كتير، 3-4 سنين، اللعيب دوت من صغره بقى مميز في البلوك، مميز جدا في الاستقبال، وده اللي خلى كابتن ميدو يصعده. طبعا بس هو مش كان مصاب قريب يا كابتن؟ لا هو عبد الرحمن كان كويس. الحمد لله. مميز في الاستقبال، مميز في الضرب الساحق، مميز في الإرسال، إرساله قوي جدا، بيلعب بسلم مميز. ده هتبقى نقطه القوه بتاعتنا ان شاء الله النهارده. كمان عندنا مروان الصافي برده مميز في الضرب الساحق، مميز في الارسال. لا ابن كابتن حمدي الصافي، لا مروان الصافي، لا غير يوسف. يعني مروان بيلعب بس كويس يا كابتن. من جوري السعيد يسعد. طبعا من جوري السعيد يسعد، يعني انا اخد الاسم طبعا. شفت انا ترقص، انا ترقصت في الاسم، خدت بالك؟ ما انا عارف يوسف الصبر، بس لما في حمزه كمان، في حمزه لسه صغير يعني حاجه ان شاء الله كده يبقى حاجه حمزه الصبر صغير. لا حمزه يطلع ان شاء الله حمزه الصبر صغير كده، حاجه جميله جدا، لسه في 17 سنه. طب كابتن، احنا كنا عملنا بعد اذن حضراتكم تقرير كده مع الفريق ومع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ولكن كان بعد مباراه الكاميرون اللي فاتت. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم. الحمد لله، والماتش النهارده كان ماتش الكاميرون، احنا عاملين حسابنا وطبقا لتقارير الاتحاد ماتش تقيل جدا، لكن ولادنا يعني الحمد لله شرفونا وربنا يوفقهم يعني في اللي جاي ان شاء الله. يعني بطوله كمان اصلها بطوله افريقيا ومؤهله لكاس العالم، ف يعني اهميه الموضوع في كده، فان شاء الله يوصلوا، لان الفريق ده يعني مجتهد، لكن طبعا ظروف الكورونا خلت الاعداد مش في توقيته المناسب، لكن يمكن السنه اللي فاتت سافرت لهم تونس واخدوا رابع، كانوا لسه خارجين من ثانويه عامه، لكن ان شاء الله ربنا يوفقهم، وافضل الماتش الجاي ان شاء الله هيبقى تقيل جدا بقى مع المغرب. يعني بعد ما رجعنا افريقيا اللي فاتت كنا خسرانين، كان ده دافع لينا ان احنا نرجع بشكل اقوى، والحمد لله كان ماتش ركزنا من امبارح، الفرقه ملتزمه، كل ملتزم، كله مركز انه يعمل حاجه في الماتش ده، كله مركز ان هو يحقق حاجه، كله مركز ان يبقى الكاس في مصر، والحمد لله كنا ملتزمين امبارح قد ما نقدر، وكنا داخلين مركزين ان الماتش ده بتاعنا والبطوله دي بتاعتنا، وان الكاس مش هيبعد عن ارض مصر خالص. طبعا اللعيبه واخده على بعض، احنا بنرجع النادي مع بعض وبنيجي المنتخب مع بعض، ودايما يعني 12 شهر في السنه كلهم تقريبا مع بعض دوري، ونرجع المنتخب بطولات مع بعض، فدايما في الملعب حتى بشكل كبير في تفاهم، في ثقه بينا، في محبه بينا، ده بيخلينا يدينا دافع في الماتش او في التمرين عامه، اللي احنا نعلى بشكل كويس، نبقى فاهمين بعض اكتر، ونقدر نحقق اي حاجه مطلوبه مننا طول ما احنا مع بعض. احنا الماتش الجاي ان شاء الله هيكون فرقه كويسه، مش هنقول ضعيفه، هتبقى فرقه كويسه، بس مش هيبقى بنفس القوه بتاعت ماتش النهارده، هيبقى فرقه اقل شويه، وان شاء الله هنكون رجاله، وباذن الله هنعمل قد ما نقدر، نحاول قد ما نقدر ان احنا نسعد الجماهير
ونسعد الاتحاد ونسعد الجهاز الفني المحترم اللي معانا. مبروك ليك ولينا والجمهور العظيم ده والمسؤولين. بصراحه اللعيبه ما قصرتش برغم ان فتره الاعداد كانت قليله، بس واثرت شويه على الاداء الفني النهارده. الفتره قليله وكله مضغوط وعايز يكسب، فكان اثر على الاداء في الشوط الثالث برغم ان احنا كنا مسيطرين، بس الحمد لله رجعنا تاني وقدرنا نكسب. انا ما بقولش الفرقه دي قليله، فرقه الكاميرون فرقه قويه جدا، فرقه كبيره ومستواها كويس، بس احنا لعبتنا مستوى احسن وفي احسن هيصير ان شاء الله في ماتش المغرب ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله. والله النهارده اللعيبه كلها على قد المسؤوليه وكله نفذ حسب المكتوب بالظبط. احنا درسنا الفرقه دي والحمد لله قدرنا نوصل بالشكل اللي احنا عايزينه ومشيناهم بالطريقه اللي احنا عايزين نلعبها. قدرنا نسيطر على مجريات اللعب ومسكنا مفاتيح اللعب عندهم. احسن لاعب عندهم كان مركز لعيب مركز واحد. الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا وان شاء الله نهدف فوز الجمهور المصري. يمكن ده التقرير اللي كان بعد مباراه الكاميرون مع الفريق والدكتور اشرف صبحي، ولكن ليه تعليق بسيط وهسمع طبعا تعليق ضيوفي على هذا التقرير. انه الحقيقه الدوله المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه ومعالي الوزير اصبح عن قرب من كل الالعاب، يعني مش بس كنا زمان بنشوف ان كره القدم هي اللي بتبقى دايما على الساحه. احنا شايفين دكتور اشرف صبحي في التقرير بيقول ان البطوله دي مهمه، ماتش الكاميرون طالعين بطوله عالم، عارف تفاصيل البطوله وعارف هو جاي هيتفرج على ايه واهميه المباراه. فالحقيقه دي حاجه كويسه جدا وبتدي دعم معنوي، واكيد مش معنوي بس، اكيد دعم مادي كمان في الاعدادات. يمكن كابتن ممدوح بيبقى حاجه جيده جدا انا كلاعب لما الاقي وزير الشباب والرياضه على راس منظومه الرياضيه في مصر وبيجي يحضر مباراه ليا كفريق شباب عشان يشد من ازرنا وعشان يبقى حاضر المباراه، بتهيألي بتفرق كتير. دي حقيقه، القاده السياسيه كلها مهتميه بالرياضه والبطولات العالميه وتنظيم بطولات هنا على ارض مصر، ويثبت للعالم كله ان مصر فيها تطور كتير في سواء البنيه التحتيه او في الامن بالنسبه للسياحه كمان في العالم كله. فهنا اهتمام كبير من وزير الشباب والرياضه بنشكره عليه، وفي نفس الوقت بنتمنى دعم الاتحاد وتوفير الامكانيات للمعسكرات. لا ما تقلقش يا كابتن سامح حمدي كان معايا الحلقه اللي فاتت وقال لي الوضع المالي تمام، بس زادت الخير خيرين ان شاء الله. يعني احنا برضو بنضم صوتنا لحضرتك ان دعم الاتحاد الطايره في الوقت ده اكيد ان شاء الله هو ده اللي هيفرق مع اي تكوين اي منتخب عشان تقدر تحقق بطولات او تقدر توصل بمستوى يليق بسمعه مصر ان شاء الله. وننظم بطوله زي دي او بطوله طبعا اعداد للمنتخب ده بدل ما نسافر وما نلاقيش فرق، فتنظيم بطوله زي دي الفرق اكيد هتبقى حابه تيجي. وخليني اقول لكم يا جماعه ان الحقيقه فريق الاعداد بيبلغني ما شاء الله احنا دلوقتي بننظم بطوله العالم الرمايه بمشاركه 32 دوله، والبطوله دي بتقام على ميدان الرمايه في نادي الصيد ب 6 اكتوبر، حاجه يعني مفخره لو شفته، وجنسيات مختلفه يعني انا 32 فرقه. عندك بطوله العالم للسلاح هتتنظم في مصر، عندك كاس العالم للجمباز في مصر، عندك كاس العالم للخماسي هيجي في مصر، يعني 4 بطولات دوليه عالميه. اصبحت مصر محطه انظار العالم كله في قدرتها على 1 تنظيم الحدث، 2 اتخاذ الاجراءات الاحترازيه التي تضمن سلامه اللاعبين والوفود جميعا. يمكن ارجع لحضرتك برضو التقرير يا كابتن حسام، وجود وزير الشباب والرياضه يمكن خلى حتى اللعيبه يبقى عندها حماس، حاسه ان الدوله بترعاهم، دنيا تانية خالص. طبعا يعني لما اللعيب يبقى داخل الملعب او شايف قاعد هو في الملعب كده شايف اكبر 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 شخصيه في الرياضه قاعد بيتفرج عليه، طبعا بيديله حماس قوي جدا ودفعه معنويه كبيره. لا احنا عايز اثبت نفسي، انا عايزين نقول ان لا احنا اللعبه بتاعتنا مش لعبه، مش عايز اقول مغموره، لعبه يعني ممكن تكون مش واضحه حظها الاعلامي كبير شويه زي الذكوره او زي الهاندبول. فطبعا بيطلع كل الطاقات اللي عنده المخزونه عشان يطلع باحسن مستوى ليه، فبالتالي بيخلي شكل الفرقه كويس. الحاجات دي كلها بتخلي الوزير او بتخلي المسؤول عن الرياضه ان هو لا احنا محتاجين ندعم شويه زياده الاتحاد، او محتاجين ندعم الانديه شويه في اللعبه ديت عشان نرتقي بيها شويه كمان. ده طبعا لقطات يا كابتن لتدريب المنتخب من احد تدريبات المنتخب، والجديه واضح والجديه واضحه والاداء واضح والالتزام، يعني الدنيا في المعسكر شكلها حلو. يعني احنا كرياضيين شايفين الدنيا في انضباط يا كابتن ممدوح في التمرين واضحه، دي حقيقة، وفي ضبط وربط وزي واحد، والدنيا تحس ان في الدنيا يعني الفريق التزام. يعني في التزام. يعني هو طبعا جهاز اختار الدكتور سامح كابتن هاني عبد الحميد ومعاه كابتن حسن مدير فني نادي الترسانه، وفي نفس كابتن ناصر وكابتن خالد سونقر، مجموعه فعلا بتحب بعض وبتشتغل، ويمكن من اول مرات المجموعه دي تشتغل مع فرقه في منتخب مصر، فبالتالي هيقدروا عندهم حافز ان هم يحققوا نتائج كويسه، وربنا يوفقهم النهارده ويشيلوا الكاس. وكمان يا كابتن خليني اقول لحضرتك ان دعم الدوله مش بس للمنتخبات، دعم الدوله كمان
لكل المرشحين المصريين في كل المؤسسات الرياضية الخارجية. يعني بنشوف احنا انه معالي الوزير مهتم جدا وبيعمل تقريبا يعني سنويا اجتماع لكل اعضاء كل المصريين الاعضاء في الـ في الـ في الاتحادات القاريه والعالميه، لان دور مصر في الرياضه حقيقه لازم يرجع تاني، وهو الحقيقه بدا يرجع بشكل كبير. طيب خلينا نرجع لمنتخبنا يا كابتن. يمكن احنا قلنا ان المنتخب بيضم مجموعه كبيره من اللاعبين، بس احنا مش هنستعرض اساميهم دلوقتي، يعني لما تجهز ان شاء الله نعرضها لحضراتكم على الشاشه. بس عايزين نقول ان هو نقط القوه والضعف، احنا عندنا قلنا ان احنا عندنا الحسيني، عندنا الصافي، مين تاني شايفه قوه ضاربه في المنتخب؟ والله شايف لاعب النادي الاهلي سابقا وبتروجيت حاليا، اللاعب ميدو، اطول لاعب في الملعب واطول لاعب في مصر في مركز اربعه. الولد ده كان عندنا في النادي الاهلي من ناشئين النادي الاهلي، ما انتقلش النادي بتروجيت الا وهو عنده 15 سنه. هو اللي واقف على الشبكه في النص ده كابتن هناك. لا مش واقف على الشبكه. لا امال مين يا كابتن؟ اللي هو ابو دقن اللي هو واقف هنا، واخد بالك على شمال الشاشه، على شمال الشاشه اللي مدي ظهري ده، اللي مدي ظهري لحد ايده في وسطه، جنب رقم 20 اللي حاطط ايده في وسطه ده. ده اطول لاعب ناشئ في مركز اربعه بالظبط. ميدو ده ابن النادي الاهلي، بيلعب في بتروجيت، هو اللي ضرب الكره دي يا كابتن. دي حقيقه. هو لعيب واعد، واتمنى له فعلا الناس تهتم بيه، سواء كابتن هاني مسالحي في نادي بتروجيت ويساعده. هو راح بتروجيت اعاره ولا رايح بيع؟ لا ما كانش بيع ولا اعاره، كان عدم تسجيل، لان كان في الفتره دي من الناحيه الفنيه الظاهر كان مصاب فما تسجلش، وبعد كده انتقل لنادي بتروجيت واخبر حضرتك ومحقق اسعار معاهم بطولات في المراحل السنيه. ودلوقتي نضج، يمكن انا كنت ماسك بتروجيت السنه اللي قبل اللي فاتت، وكنت مساعده الفريق الاول، وكنت بلعبه في مركز اربعه وبلعبه اوبزيت لان بيشوط الكوره من عالي جدا وامكانياته الجسمانيه عاليه جدا. فاتمنى من كابتن هاني ان هو يطلعه في الدرجه الاولى، واتمنى لو في فرصه للنادي الاهلي ان هو يرجع تاني بيته، لان هو من ابناء النادي الاهلي. اكيد يا كابتن، بتهيألي في احتراف في الكره الطائره، يعني لو خلص عقده زي ما عبد الله عبد السلام عمل، كابتن حسام بتهيألي بيجي وبتهيألي مش كده ولا؟ طبعا يعني بتهيألي ان هو لسه ما عملش عقد مع نادي بتروجيت، هو لسه لعيب في الناشئين، مرحله الناشئين فرقه الشباب. حتى انا السنه دي لعبت قدامه، هو من اللعيبه الكويسه جدا، وهو يعتبر هو نادي بتروجيت في المرحله دي. متر وسط بالظبط، هو في المرحله دي هو نادي بتروجيت، هو ولعيب تاني اللي هو اسمه سنتر بلوك عبد الرحمن الشحات. هم دول اتنين لعيبه من بتروجيت، هم اللي يعتبروا شايلين الفرقه، من اللعيبه المميزين جدا جدا. يمكن يكون ميدو باين اكتر بطوله، بامكانياته، بقوته الجسمانيه، بلعبه، هو بتهيألي لعيب هيبقى ليه مستقبل كبير قوي في كره الطايره. طب كابتن خلينا يعني برضو اسال حضرتك سؤال، انه فريق الشباب وحضرتك مدير فني فريق الشباب، يعني على مستوى مصر، هل عندنا، طالما احنا عندنا فريق منتخب قوي زي ده، يبقى اكيد عندنا انديه جامده. مين اللي بينافس على مستوى الشباب في مصر؟ يعني هو النادي الاهلي طبعا، يمكن احنا السنه دي كسبنا الدوري، خسرنا شوطين بس من نادي الطيران. غير كده ممكن يكون النادي الاهلي في مستوى، في ليفل اعلى من الفرق الثانيه كلها. يمكن يجي بعديه نادي بتروجيت شويه، بعديه نادي وادي دجله ونادي الجيش. يمكن تلات انديه دول او الاربع انديه دول اللي بينافسوا، مش بينافسوا يعني، هم في المرحله اللي بعد النادي الاهلي شويه. ويمكن اللاعب ميدو اسمه احمد ايمن، وهو اسمه احمد ايمن. عشان برضه تبقى الساده مشاهدين، وهو رقم 5 و2 متر وسنتي. يمكن احنا ما بنشوفش الاطوال دي في الطايره كتير، بنشوفها بس في السنتر بلوك. بس ما بنشوفهاش في الضريبه الاربعات او الاثنينات بتاعتك. هو على المستوى العالمي تملي لعيبه اربعات مش طوال قوي، يعني تملي عشان بيبقوا عندهم جميع المهارات متكامله، ولازم لعيب متكامل. فاغلبيه مشكله الطوال ان هم عندهم الاستقبال والدفاع بيبقى زي اللاعب المتوسط اللي هو 190 195. صحيح. فاغلبيه فرق العالم بتعتمد على الطول ده في مركز اربعه. اما يجي لعيب طفره زي ميدو كده وخبر حياتك، فلازم اهتم باستقباله وبدفنسه عشان حائط الصد بالنسبه له قدام الاوبزيت الناحيه الثانيه، بالذات اما يكون لاعب زي مروان. وكابتن احمد صلاح نجم كبير طبعا في الفريق الاول في منتخب مصر، وهو مروان الصف اللي اشار عليه التقرير، يمكن اتعلم كره طايره من 3 سنين بس، كان دخل النادي الاهلي كنا جبناه من دمنهور، كان الولد واخد بالك لسه بيلم كور،
وكنت ساعتها كنت ماسك فريق 17 سنه وبدات اعلمه المهارات. هي مشكله مصر ان اغلبيه المدربين الاساسيين عارف ما بيقدرش يبدا مع لاعب لسه عايز يتاسس، ما يكونش ما بيعرفش يلعب وتاسسه المهارات الاساسيه. ده انت حتى حضرتك قلت لي على انتوا عندكم مشروع كبير بتعملوه في لجنه انتقاء المواهب. ما هو ده اللي احنا رجعنا تاني لما لقينا ان النادي الاهلي والفريق الاول في جميع الالعاب بيشتروا لعيبه في الباسكت وفي الهاندبول وفي الطايره مبالغ ضخمه جدا. تمام. بدانا كلجنه نفكر ازاي نطلع عناصر من الاقاليم، وخدنا موافقه من مجلس اداره، والسنه دي خصص الدكتور ياسر النصير مسؤول عن مشروع الاكاديميات ونائب مدير النشاط الرياضي، وبدانا نعمل اكاديميات زي الكوره وخبرتك في الاقاليم فعلا. وفعلا خدنا موافقات وعملنا بروتوكولات بس واقفه عشان موضوع الجائحه، لان الناس خايفه على اولادها. فانما مشروع في الافق مجلس الاداره وافق عليه مشكورا لمشروع قدمته اللجنه من السنه اللي فاتت، ان هو هنبدا ننتشر في جميع الاقاليم عشان نطلع العناصر دي ونبدا نعلمها بدل ما نشتري وندفع فلوس. يبقى انا عندي تفريغي انا قاعده كبيره وخبر حضرتك بجانب ولاد اعضاء النادي الاهلي اللي هو دلوقتي في ثلاث اكاديميات شغالين والرابعه جايه ان شاء الله. دي حقيقه فعلا المجلس اداره مهتم وعامل مشكورا لجان كتيره جدا في جميع مجالات في جميع الالعاب. بنقدر نشوف زي ما احنا عاملين محاضرتين الجمعه والسبت الجايين، محاضره عن الاصابات والاسعافات الاوليه من افضل الدكاتره في كليه الطبيه الرياضيه جاي حاضر فيها، ومحاضره ثانيه للاداريين وتطوير عملهم وطريقه عملهم مع الناشئين والناشئات والمدربين ازاي بنسقلهم عشان نطور التدريب في النادي الاهلي. فهنا دور اللجنه كان مهم جدا، وفكره المجلس كابتن محمود الخطيب بصراحه يعني عايز يعمم الفكره. الكوتش او كابتن محمود عايز يعمم فكره كره القدم على الالعاب الاخرى. دي حقيقه، هو مهتم جدا وخبر حياتك بجميع الالعاب وبيباشر بنفسه وبيجي التمرين، ويمكن لسه مقابل فرقه الكره الطايره وبيروح يقابل يشوف كابتن حمد الصافي بيعمل ايه وبيشجعهم وبيشجع اللعيبه وتملي مجلس الاداره كلهم بصراحه واقفين في ظهر الفرق وبيشوفوهم محتاجاتهم ايه وطلباتهم ايه وبينفذوها، بيطوروا وبيجيبوا احدث اجهزه على مستوى العالم وبيدخلوها للفرق النادي الاهلي. فهنا نشاط قائم وتطوير دائم وتملي من رايحين للافضل. فربنا يوفق وان شاء الله مع منتخب مصر النهارده. ان شاء الله اللعيبه دي محتاجه الاهتمام، اللعيبه دي محتاجه تتطور، محتاجه احتكاك، محتاجه دعم، فكلنا وراهم ان شاء الله. طب اقول لك يا كابتن برضه حضرتك انت ماسك السن ده والجيل ده، في لعيبه تانية انت شايف ان هم يستحقوا كمان؟ طبعا اختيارات المنتخب دي امر منتهي منه، بس انا لما اكون بختار من 30 لاعب غير لما اختار من 15 لما اختار من 10، شايف في مجموعه من اللاعبين تصلح للانضمام لهذا المنتخب؟ طبعا في مجموعه كبيره طبعا كانت تصلح انها تبقى في المنتخب، يمكن يكون عشان القائمه بتاعتنا هو القائمه بتاعت الكره الطايره 12 او 14 لعيب بس، فاحنا لو حسبنا بالظبط طبعا احنا عندنا مثلا في النادي الاهلي في ممكن 3 لعيبه او 4 لعيبه كان برده ممكن يصلحوا انهم يكونوا منضمين للمنتخب. نادي الجيش فيه 2 لعيبه او 3 لعيبه كذلك، ممكن نقول برضو نادي بتروجيت فيه لعيب صغير في السن الصغير ينفع ينضم للمجموعه ديت، بس احنا زي ما بنقول القائمه بتاعتنا 14 لعيبه او 12 لعيبه على حسب البطوله، فاحنا مرتبطين بالعدد دوت ما بنقدرش نزود عنه. صحيح. وخليني اقول لك برضو يا كابتن انه مع المشروع اللي كابتن ممدوح بيقوله اللي هو طبعا نشر اللعبه في الاقاليم ويبقى لنا اكاديميات سواء سله طايره بتاع، بالتالي الموضوع ده هيبقى يعني اكيد يعني هيكون فارق معانا وفارق في البنيه التحتيه. بس خليني اعرف راي حضرتك، ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين لازم نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل طبعا تحليلنا الفني. والحقيقه انا مستمتع بيه جدا جدا لمباراه مصر والمغرب في يعتبر نهائي طبعا على المركز الاول والثاني، نهائي بطوله افريقيا للشباب تحت 21 سنه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ممدوح، يمكن كنا عايزين نتكلم قبل الفاصل او اثناء الفاصل كنا بنتكلم على السنتر بلوكس بتوع المنتخب المصري. هو احنا عندنا عمر الشريف يمكن ابن الكابتن حسام في اللعب،
لا ابنه في اللعب يا كابتن. لا لا عشان ما ترقصنيش تاني، انا بترقص خلي بال حضرتك، انا رحت مع الصافي ورجعت. واسمه مميز طبعا نجمنا العالمي عمر الشريف. عمر الشريف طبعا خبر حضرتك. وسيم زيه يا كابتن ولا لا؟ هو فعلا وسيم ومش قوي يعني، هو موجود في النادي البنات بتعكس. طبعا طبعا، ما هو يعني الاسم بيبقى بيدي انتكيشن على طول. هو فعلا لاعب مميز، وفي حته نوضحها للساده المشاهدين، سرعه اللاعب مركز ثلاثة. في مدير فني على المستوى العالمي وخبر حياتك بيبقى سرعة اللاعب صفر. يعني ايه صفر؟ يعني اللاعب وهو البلاي ميكر على ايده الكرة بيكون السنتر بلوك راكب فوق دماغه. دي يمكن ما حدش يعرفها كتير. طيب في السرعة رقم واحد، يبقى البلاي ميكر في ايده الكرة واللاعب وخبر حياتك لسه داخل. لسه رايح. السرعة اثنين، يبقى اللاعب برضه وخبر حضرتك داخل والكره في ايد البلاي ميكر ويكون متاخر شويه ويرفع يعليها له شويه. هنا دول الثلاث سرعات اللي بيقدروا يحددهم المدير الفني وامكانيات اللعيبه بتاعت السنتر بلوك. مش ممكن يكون لعيب مخلع واقول له اطلب منه السرعه صفر، ما ينفعش. فلازم المدير الفني يحدد ويكون عامل برنامج بدني للاعبين اللي عنده بتوع السناتر وسرعتهم ايه، في سواء في الاتاك او في حائط الصد. طب كابتن، يعني مراسلنا طبعا فاروق صلاح من ارض الملعب وبيعمل لقاء مهم مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون الكره الطائره، فالى هناك. من جديد بجدد التحيه بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب انتهاء المباراه الاولى اللي جمعت ما بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الكونغو الديمقراطيه، وفوز منتخب الكاميرون بنتيجه 3-0، وقبل لحظات من انطلاق المباراه الختاميه اللي هتجمع ما بين منتخب مصر ومنتخب المغرب، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء دكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره. دكتور سامح، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. النهارده يوم لتتويج مجهود بوزل على مدار الايام الماضيه في البطوله، ان شاء الله ربنا يكلله بالانتصار، ويعني نقول مبروك لصعود مصر خلاص ضمننا احد المراكز، لكن نتمنى ان شاء الله الفوز على المنتخب المغربي وتصدر مصر لهذه البطوله. الحمد لله، يعني احنا قضينا موسم شاق جدا جدا، وبعد ما خلصنا الموسم بتاع كورونا ده بدانا نفكر في المنتخبات اللي هي هتلعب بطولات افريقيا، وللاسف بطولات افريقيا دي كانت معموله واتلغت ورجعت تاني. فالرجوع بتاعها ده ما اديناش فرصه اعداد جيده كبيره، لكن الحمد لله احنا اللي قدرنا نعمله ان احنا جمعنا المنتخبات اللي هتلعب ثلاث منتخبات، والحمد لله النهارده باذن الله ان شاء الله احنا كده سواء كسبنا او خسرنا احنا رايحين بطوله العالم في شهر 9. بس ان شاء الله باذن الله نتعشم ان احنا نفوز بالبطوله نطلع اول افريقيا، لان بقى لنا مده طويله ما طلعناش اول افريقيا، ومنها ان شاء الله نوصل بطوله العالم في المكسيك في شهر 9 ان شاء الله 21. دكتور سامح، عايز اخد حضرتك نقطه مهمه جدا. لازالت مصر بتجني ثمار التنظيمات على في المحافل العالميه، شفنا الكاس الامم الافريقيه، شفنا كاس الامم الافريقيه لكره القدم للمنتخب الاولمبي، وايضا المنتخب الكبير كره اليد كاس العالم، والنهارده البطوله. اعتقد بتضع مصر على المكانه الطبيعيه والرياده المصريه في القاره السمراء والكره العالميه. ما فيش شك طبعا البطولات اللي اتعملت في مصر دي اثبتت جداره اداريه غير طبيعيه في تنظيم البطولات العالميه، لان النهارده كمان في بطوله العالم في الرمايه في نادي الصيد في اكتوبر، وغير البطوله دي في بطولات تانية كتيره، واحنا عندنا البنيه دلوقتي التحتيه والبنيه الاساسيه تسمح لنا ان احنا نستضيف اي بطوله على اي مستوى، والحمد لله الكوادر الاداريه موجوده في مصر، والحمد لله انها دايما 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 في الصداره بتاعت تنظيمات بطولات افريقيا. دكتور سامح، انا عارف ان في خطوط اتصال دايما، والوزير دكتور اشرف صبحي متابع كل كبيره وصغيره، يعني حطنا في الصوره راجل بيتابع كل الامور بنفسه، بيبقى موجود في كل المباريات، كلمنا على هذا الامر. طبعا سياده الوزير اشرف صبحي، بصراحه الدكتور اشرف صبحي على طول مستمر بيراعي كل الفرق الرياضيه، وخصوصا لما يكون عندنا بطولات وهو واقف دايما معانا وبيذلل لنا اي عقبات. احنا كان طبعا قدامنا عقبات كتيرة، لكن الحمد لله تزللت، والحمد لله احنا دلوقتي ماشيين يعني في كل الأمور ببساطة وسهولة، وده مما ادانا ان احنا عدينا الفريق في مدة قصيرة جدا جدا جدا، وكسبنا الحمد لله الماتشين اللي هم يأهلونا، وعندنا أمل إن شاء الله نبقى بطل أفريقيا. وبرضو يعني المجهودات تحت الوزارة يعني بصراحة ما بنطلب منهم حاجة، بينفذوها لنا على طول.
في دعم لا محدود من القياده السياسيه ومن الدوله المصريه، دعم لكل الرياضيين بممثل في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني كل الدعم بيقدم لكل الرياضيين. بالضبط، هي دي دفعه قويه جدا لكل الرياضه في مصر، واتعشى من الرياضه في مصريه تنهض من جديد، لان احنا مرينا بظروف صعبه كل الرياضيات، يعني مش كره الطايره بس بالاخص كره الطايره، لان كان عندنا اخفاقات كثيره، وكان عندنا يعني للاسف صراع كتير جدا في الاتحادات الرياضيه اللي تتعاقبت على بعض بالنسبه لكره الطايره. واحنا الحمد لله احنا دلوقتي بنعيد ترتيب البيت، وباذن الله ان شاء الله يعني نسيب البيت للناس اللي جاية ممهد علشان هو كمان يقوم ببطولات ويكسب بطولات ودايما يبقى في الصورة العالمية. دكتور، الفترة القادمة عندنا منتخب الناشئات في بطولة في نيجيريا، حطينا في الصورة، وأيضا منتخب الناشئين تحت 19 سنة، يعني حطينا في الصورة، والمسابقات القادمة للكرة الطائرة في الرياضة المصرية. احنا الحقيقة الدوري عندنا ملخبط شوية، لان طبعا احنا عندنا اعداد فرقتين رايحين نيجيريا ان شاء الله يوم 28، ناشئات 18 سنة وناشئين 19 سنة، دول برضو مؤهلين لبطولة العالم، واحنا الحمد لله بنعدهم على يعني على قدر استطاعتنا. يعني انا اقول لك حاجة، مثلا الناشئين 19 سنة دول مجموعين اسبوع واحد، ولكن الحمد لله يعني المستوى كويس، لان مستواهم يمكن يكون اقول لك اعلى من الفرقه اللي هي الكبيره، و يعني عملنا لهم معسكر مغلق، وان شاء الله مسافرين 28، وايضا الناشئات تحت 18 سنه معهم جهاز كوف طبعا، والحمد لله اعدوا اعداد جيد، وان شاء الله البعثتين طالعين مع بعض ان شاء الله باذن الله، وباذن الله ان شاء الله برضه نرفع راس مصر في اي حته في افريقيا ان شاء الله. اخيرا يا دكتور، رساله حضرتك للاعبي المنتخب قبل خلاص لحظات ودقائق من انطلاق مباراه مصر والمغرب، تقول ايه للاعبين وتقول ايه لجهازهم الفني كابتن هاني عبد الحميد؟ اقول للجهاز الفني شكرا على المجهود اللي قاموا بيه، واقول على اللاعبين شكرا على التدريبات اللي عملوها، وانا يعني عايز اقول لهم شدوا حيلكم، لان ده بيتكتب في تاريخكم، كل لاعب في الاخر خالص بيبقى السي في بتاعه التاريخ بتاعه بيقول انا كسبت بطوله افريقيا، رحت بطوله عالم، فده طبعا غير انه يكسب دوري مصري، غير يكسب كاس مصر، فطبعا ده تاريخ، فانا بقول لهم شدوا حيلكم عشان يبقى دي في تاريخكم دايما، ويبقى معروف قوي مين الفرقه اللي فازت في افريقيا وطلعت بطوله العالم، وان شاء الله يحققوا مركز برضو تاني، احنا حققنا السنه اللي فاتت رابع عالم، وان شاء الله باذن الله برضو احنا عندنا امل هنستعد تاني بمعسكرات وبمدربين اكفاء وكل حاجه عشان نقدر نوصل نعمل نتائج كويسه في بطوله العالم. دكتور بالتوفيق. اهلا بك يا سامي، شكرا. كابتن هيثم ده لقانا مع الدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره، يعني قبل لحظات من انطلاق مباراه الختاميه في اليوم الختامي لبطوله كره الطائره لامم افريقيا تحت 21 سنه، ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم وضيوفه الكرام. مراسلنا طبعا فاروق صلاح من ارض الملعب، شكرا جزيلا. يمكن لقاء مهم مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون اتحاد كره الطائره، وقد ايه كان العبء تقيل على اللجنه، ويمكن زي ما حضراتكم شايفين عنده اجنده ممتلئه الاتحاد الطائره، وزي ما شايفين برضو دكتور سامح حمدي وعد ان شاء الله مصر ستكون منافس قوي، وعد بتحقيق نتائج جيده. يمكن الكابتن يعني مهمه ثقيله ملقاه على عاتق طبعا الكابتن سامح حمدي، لانه يقدر يأهل المنتخبات في هذا الوقت الضيق وفي هذه الجائحه. طبعا دي برضو لقطات الحيه من ارض الملعب، التسخين هو يا كابتن الفرقتين، منتخب مصر يرتدي الزي الاحمر ومنتخب المغرب الشقيق يرتدي الزي الابيض، يعني بتهيئ اللحظات وتنطلق المباراه. راي حضرتك يا كابتن في الاجنده اللي اتكلم عنها كابتن سامح حمدي والاشتراكات وفرصنا فيها، خاصه ان انا اسف يعني تحدد خلاص كأس العالم للشباب 9 شهر 9 في المكسيك. هو طبعا معلومه قالها الدكتور سامح دلوقتي حالا، يمكن احنا ما كناش نعرفها قبل ما نطلع الاستوديو، يمكن تحديد بطوله العالم في المكسيك وتحديد شهر 9 هنا خلاص عبء على الاتحاد المصري ان هو يوفر المعسكرات والامكانيات للمنتخب وازاي يعده، بس مع شروط طبعا توفير حته جائحه كورونا، هل هتنتهي هل لسه مستمره، يمكن الطيران هيفتح الطيران هيقفل، مين اللي هيقبل يستضيفنا. فالفكره اللي حضرتك تفضلت وقلتها حته استضافه فرق اللي هي مفتوح معاها الطيران دي فكره هتبقى ممتازه، ممكن الاتحاد المصري يفكر فيها.
طب كابتن معلش انا هضطر اقطع حضرتك، انا اسف. احنا هنروح لارض الملعب وزميلنا طبعا فاروق صلاح ولقاء مهم مع الكابتن ايمن غزلان المدير التنفيذي او القائم باعمال المدير التنفيذي في اللجنه المؤقته. اتفضل فاروق. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. قبل يعني لحظات ودايما من انطلاق المباراه الختاميه اللي بتجمع ما بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره الطائره باشمهندس ايمن غزلان. باشمهندس برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. انا عارف ان انتم بذلتوا مجهود كبير على مدار الفتره الماضيه في ظل عدم وضوح رؤيه اقامه البطوله، وكان عندكم تصميم ان انتم تقام البطوله في موعدها وبالتالي بنجني الثمار اليوم في الحفله او اليوم الختامي. بحييك وبحيي كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الحقيقه فعلا زي ما حضرتك بتقول كان في ارتباك شديد جدا بالنسبه لاقامه البطوله. بسبب ايه؟ بسبب ان حصل تغيير في رئاسه الاتحاد الافريقي، وطبعا تغيير الاتحاد الافريقي نتج عنه نقل المقر من القاهره الى الرباط في المغرب، وطبعا ده عمليه بتاخد وقت، عمليه الترانسفير من مكان لمكان والاستاف ده كان مش موجود اصبح، فعمليه الارتباك والتسليم والتسلم دي خدت وقت طويل جدا، فما كانش متاح قوي ان الظروف ان البطوله تتعمل. النقطه الثانيه ان تزامن الكلام ده مع جائحه كورونا ذروه الموجه الثانيه. فالحقيقه المشهد كان واضح تماما ان احنا مش هنقدر نعمل البطولات دي، والاتحاد الافريقي بعت فعلا بعت جواب قال ان احنا في الغالب او بما يعني ان غالبا هنشغل يعني تاهيل لبطوله العالم هيبقى عن طريق الرانكينج بتاع الاتحاد الدولي اذا ما قدرناش نعمل بطولات، وكان مدي ديدلاين او ميعاد نهائي عشان الكلام ده يتعمل 28 فبراير. لغايه 20 فبراير ما كانش في اي صوره ولا اي وضوح ان البطولات دي هتتعمل، لغايه لما الدنيا اتحركت وفجاه شورت نوتس قال لك لا عايزين نعمل البطولات. فاحنا اتبلغنا بصوره طبعا متاخره جدا، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل استعدادات معقوله جدا، والمنتخب دخل في معسكر مغلق في احدى دور القوات المسلحه وبدا التدريب، والحمد لله النتائج زي ما انت شايف التنظيم والبطوله، وان شاء الله احنا مرشحين طبعا مركز اول. كسبنا الكونغو وكسبنا الكاميرون، النهارده عندنا الماتش النهائي مع المغرب، ربنا يسهل يعني. باشمهندس يعني التنظيم، انا عايز اتكلم على التنظيم وهو امتداد للمسيره المصريه في المحافل العالميه في الفتره الاخيره بتشهد الدوله المصريه. الجميع بيشيد بمصر وتنظيمها في كافه المجالات سواء في كره القدم سواء في كره اليد او الكره الطايره. الحقيقه طبعا احنا مصر يعني سباقه في هذا الكلام وليها الرياده والاولويه، واحنا طبعا عندنا الكوادر اللي حافظه الشغل يعني من اول لجان الاستقبال والمراسم والتسكين والمنطقه والانتقالات والوجب كل والاقامه كل حاجه بتبقى متنظمه، والملاعب في ناس مسؤوله في لجان في كل حاجه، الامن الملاعب المراسم الاستقبال الاقامه كل الكلام ده ليه لجان متخصصه ولجان فاهمه شغلها على اكمل وجه. وبالتالي الحمد لله زي ما انت شايف البطوله ماشيه في مسارها الطبيعي وبمنتهى السلاسه ومفيش اي شكوى ومفيش اي حاجه. طبعا الاحترازات الطبيه عشان الكورونا، عندنا الدكتور محمد يونس رئيس اللجنه الطبيه، وفي تعليمات اللي جابها الاتحاد الدولي عند بدء اعاده النشاط وزعناها على كل الناس ودينا كل واحد جزئيه التخصص بتاعه، وعملنا تحاليل طبيه لكل الناس اللي هتبقى مشتركه في البطوله بحيث ان اي حاجه هيطلع فيها بوزيتيف كورونا بيعزل فورا او بيستبعد. فالحمد لله الامور ماشيه كويس جدا يعني. رسالة حضرتك الاخيره للاعب المنتخب المصري قبل خلاص دقائق من انطلاق المباراه الختاميه قبل المنتخب المغربي. المنتخب المصري الحقيقه قدم مباراه قويه جدا قصاد الكاميرون. ماتش اولاني كان مهزوز شويه لان كان لسه في اول بطوله، ولكن قصاد الكاميرون عملوا ماتش رائع وجميل جدا، والنهارده ان شاء الله هيأدوا باب نفس الروح. واحنا طبعا عندنا رئيس البعثه قاعد معاهم كابتن ايهاب عزمي، وفي ترتيب ان هم ان شاء الله يعني يفوزوا بالبطوله ان شاء الله. نشكرك يا باشمهندس. شكرا كابتن هيثم. ده كان لقائنا كابتن هيثم مع الباشمهندس ايمن غزلان المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكره الطائره قبل لحظات من انطلاق المباراة الختامية اللي هتجمع ما بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي. اتمنى طبعا كل التوفيق للمنتخب المصري ويفوز في هذه المباراة ويتصدر مجموعته. من جديد تعود الكلمة ليك كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. شكرا مراسلنا طبعا فاروق صلاح من ارض الملعب، لقاء مهم مع المهندس ايمن غزلان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذي. يمكن الحقيقة في نقطة
طرحناها مع ضيوفي الحقيقه في الفاصل كان هي الدراسه. الحقيقه احنا دلوقتي عندنا في 4 فرق مسافره، يمكن فريق الشباب والشابات، طبعا الشباب بيلعب خلاص هنا في مصر اهو، والشابات مسافرين نيجيريا، وايضا الدكتور سامح حمدي والمهندس ايمن غزلان قالوا انه في برضه فريق الناشئات 19 سنه يعني ولاد وبنات. طيب في مشكله يا كابتن، الدراسه دلوقتي احنا في دربكه اصلا من غير شيء طبعا عشان جائحه كورونا، وفي بعض الجامعات اونلاين، وفي بعض الجامعات بتروح، وفي نفس الكلام بعض المدارس ايضا في حضور وامتحانات اونلاين. شايف 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 ممكن نحل الموضوع ده ازاي؟ لازم يكون في بروتوكول مثلا يتعامل مع الوزاره، واكيد الدكتور سامح باتصال مع وزير الشباب، وكون ان هو موجود معنا في البطوله هيقدر ينسق مع وزير التعليم ومع الساده المسؤولين عشان اتخاذ قرار لمصلحه الرياضه المصريه، ويقدر يوفر لهم وما يضيعش مستقبل البنات صحيح. والولاد اللي مسافرين دول ويلعبوا وهم مطمئنين. اكيد اكيد حصل تاجيل، او الولاد والبنات هيمتحنوا اونلاين من خلال النت على من نيجيريا. هل يمكن فعلا هيحصل كده ولا حصل ايه؟ ممكن خلال الفاصل نبقى نسأل الدكتور سامح والمراسل يجيب لنا المعلومة الأكيدة، هل تم إجراء في هذا الموضوع ولا إيه اللي حصل؟ لأنه فعلا حاجة مهمة جدا، حتى اللاعب هيقدر يتمرن ويقدر، أو اللاعبة يعني. كابتن حسام بتهيألي إحنا كنا طلبة وعارفين يعني، أنت لما تبقى حاسس إن في قلق في موضوع الدراسة ولسه مش باينة مش باينة الرؤية ليك هتمتحن هنا ولا بره، بتهيألي لو حصل حل الموضوع ده بتهيألي هيبقى في راحة نفسية كبيرة جدا للاعبين واللاعبات. أه طبعا، وهم لازم كمان يكونوا عاملين حسابهم إن هم يجاوبوا على السؤال دوت بدري للعيبة، علشان يقدر اللعيب نفسه يقدر يحدد موقفه اذا كان هيذاكر او اذا كان هيلعب. يعني هو لو خلاص هيسافر وهيلعب والامتحان بتاعته تبقى اونلاين، فهيبقى تركيزه في تركيز شويه في المعسكر، في تركيز شويه في التمرين، فيقدر بعد كده يسافر وهو مطمن يلعب وهو مطمن، غير ان هو لسه لغايه دلوقتي قاعد مش عارف اذا كان هينفع يسافر عشان يلعب ماتشات، او اذا كان هيقعد علشان الامتحانات بتاعته، او اذا كان هياجل السنه دي كلها علشان خاطر الماتشات بتاعته ديت. فلازم يكون في حل او في اجراء سريع وفي اجابه للسؤال ده بالنسبه لي. صحيح. وخليني برضه افكر الساده المشاهدين ان اوريدي في بروتوكول معمول ما بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم، وكنا جبنا الخبر ده معانا في برنامج الابطال عن تنسيق لاحياء او عوده دور الرياضه في المدارس مره ثانيه، وشفنا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وهو بيجتمع مع رؤساء الاتحادات، وكان رئيس اتحاد اليد والسله والطايره كذلك، عشان يرجع تاني الرياضه لمكانها الطبيعي في المدارس. فبتهيألي اوريدي هو في بروتوكول معمود ما بين الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم، فبتهيألي حل نقطه زي دي او حل امر زي ده هيكون يعني بالسهوله ما يكون، لانه اوريدي في شانلز وفي قنوات مفتوحه ما بين الوزارتين، وده الحقيقه ده توجه الدوله المصريه الحقيقه، ان الرياضه تبقى جزء اساسي من حياه المواطنين، مش بس متابعه اخبار الرياضه ولكن متابعه كمان او ممارسه الرياضه نفسها. وخلينا يا كابتن اقول لحضرتك برضو انه يعني المشروع ده في عوده الاحياء تاني، اللي احنا كنا زمان بنلعب دوري مدارس ونروح نسافر بنها ونسافر اسكندريه، كان في دوري مدارس قوي كان بيبقى بيجمعنا تاني، زي ما كان في دوري قوي في الانديه ايضا كان بيكون في دوري في مدارس. فتالي احياء حاجه زي كده هيبقى لمصلحه المنتخبات الوطنيه. هو بص، هو يمكن وزير التعليم الدكتور شوقي يمكن في تعديله لطرق الامتحانات وادخال اللاب والايباد والتابلت وفر علينا مواقف كتيرة جدا. برضو بقت المدارس متفاهمة مع جائحة كورونا ومع بطولات، بيقدروا يأجلوا ويختار الطالب التوقيت المناسب الامتحان. مع بعض اللعيبة دي كمان هتبقى أغلبيتها ممكن تكون في ثانوية عامة، ما بقاش في امتحان دلوقتي، هيبقى في نهاية الموسم بس. فهنا لا، في تطوير في القادة السياسية في جميع الوزارات، وقادرين نلمس ده في الطرق والمواصلات، وقادرين نشوف الكلام ده على ارض الواقع. فيهمنا الرياضه وبترجع الحمد لله. وعندي برضه خلي بالك كابتن، دي لقطات برضه من ارض الملعب، يمكن خلاص بتهيألي يعني اقل من 10 دقائق بتهيألي ان شاء الله تبتدي المباراه الحاسمه. ليه؟ طبعا لانه طبعا المباراه زي ما حضرتك عارف يا كابتن تاني بنكرر ان هي على زعامه القاره الافريقيه، يعني مصر تفوز النهارده تحتل المركز الاول ولا يا كابتن حسام؟ يعني خليني اقول لك انه كل ما الوقت بيقرب بتهيألي بتبقى اعصاب مشدوده اكتر، لانه الجيل ده مش عايز يخسر وعلى ارضه. اه طبعا، يعني هي البطوله بالنسبه لهم بطوله مهمه جدا، يبقى اسمي يبقى بطل افريقيا حاجه كبيره، كسبت رابع عالم، كسبت بطوله افريقيا ومؤهل لكاس عالم،
بالتالي ده حلم لكل لعيب ان هو حلم مشروع. طبعا حلم مشروع لكل لعيب ان هو يعمل كده، ان هو يوصل للنقطه دي. حتى برضو منتخب المغرب من حقه ان هو يكسب الماتش النهارده، ممكن يكون بالنسبه له ده يأهله ان هو يخش بطوله العالم زي منتخب نيجيريا، ونبدا نخش في حسابات انت كسبت كام شوط وانا خسرت كام شوط. بس انا بتهيألي ان منتخب مصر هيبدا هيحسم الماتش من بدري ومن الاول على طول ويكسب 3-0. طب كابتن خليني اقول لحضرتك انه يعني عوده كره الطائره المغربيه، يمكن كابتن بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطائره الان هي مغربيه، وطبعا بتهيألي بعد توليها المسؤوليه هنشوف المغرب كتير. طبعا اكيد يعني هيبقى الموضوع يعني وده حاجه كويسه يعني. بتهيألي مصر اوريدي الحمد لله مشاركه وطبعا بقوه في كل الاحداث، ولكن دخول المغرب بقوه في الكره الطائره في افريقيا هيبقى الموضوع احسن. يعني انا بتهيألي ان وجود المغرب هيخلي يبقى فيه بطولات بنسبه كبيره في دوله المغرب، فهنلاقي ان فرق تونس رايحه، هنلاقي ان فرق الجزائر دايما هتبقى رايحه المغرب بحكم ان المسافه قريبه شويه، ودايما مصر في جميع الاحوال في اي بطوله في اي مكان مصر هتروح وهتشارك. هنلاقي طبعا هيبقى فيه نشاط شويه في الاتحاد الافريقي ان هم يكتروا عدد الفرق اللي بعد كده اللي تشارك في بطولات افريقيا، فبعد كده ما بتقلقش ان احنا هنلاقي اربع فرق او خمس فرق، هنلاقي العدد يبقى اكتر من كده شويه، فهتلاقي البطوله ليها شكل تاني، ليها طعم تاني، حتى ليها هيبقى ليها اجواء تانيه وحسابات بطريقه مختلفه. صحيح يا كابتن، يعني يمكن برضو حضرتك لك تعليق على ده، ان طبعا رئاسه الاتحاد هو انا يهمني بس الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري يبدا يفكر ان هو يوجد الحافز المادي زي ما بنشوف كره القدم. يعني الاول ياخد كذا، الاول في بطوله العالم كان بياخد 5 مليون دولار، الثاني بياخد 4، الثالث بياخد زي ما النادي الاهلي حصل على 2.5، واخد بالك في بطوله العالم الاخرانيه دي. ليه ما نطبقش الكلام ده في الكره الطايره او في بقيه الالعاب؟ عشان يتوفر ده لازم يكون موجود رعاه وخبال حضرتك، ونجيب اعلانات كويسه وخبرك واتفاقيات مع شركات كبيره وخبر حضرتك. طيب ابدا افكر ازاي اروح للحته دي. صح. لان النهارده في دول الخليج اما كنا بنعرف ان الماتش ده بعد ما الجماهير هتخرج وخبر حضرتك الكسبان هياخد عربيه وخبر حضرتك، فتلاقي الملاعب كلها اتملت وبيتسحب ارقام معينه وخبر حضرتك علشان في جايزه فكل شارك، في جايزه فكل واحد. نفس الحكايه الطلبه. لما المدرس النهارده وانا في اعدادي كان المدرس بتاع الرياضيات بيقول ايه؟ اللي هيجيب الفول مارك في الماده دي هياخد 10 ساعه، هياخد جنيه، على مدار عندي حافز انا كطالب ان انا احقق الفول مارك، وفي نفس الوقت جبت 58 في الرياضه رحت قدمت مذكره. يعني قصد حضرتك ان يبقى في حافز، دي حقيقة. موتيفيشن، دي حقيقة. للمشاركه، موتيفيشن للمكسب، بحيث ان انا اقدر اجذب اكبر عدد من الفرق المشاركه طمعا في هذه الجائزه. دي حقيقه، دي فكره. والفكره الثانيه النهارده عشان الرعاه يبداوا يجوا لنا لازم انسق مع الاعلام. يمكن النهارده قناه النادي الاهلي بتعمل سبق ان هي بتذيع ماتشات لمنتخب الشباب، دي اول مره في تاريخ اللعبه ان هو يتذاع لمنتخب الشباب في قناه بتاعه نادي. وخبر حضرتك ان شاء الله مش هتبقى الاخيره لان احنا حريصين. طب كابتن عشان خلاص الوقت ازف، توقعات حضرتك سريعا للمباراه في كلمه. ان شاء الله انا متفائل الماتش يكون 3-0 ونعمل ماتش كبير ونشيل الكاس ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حسام. برضو ان شاء الله هنكسب ان شاء الله 3-0 وهيبقى ماتش كويس ان شاء الله. طيب اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، ومن فاصل ان شاء الله هنروح لارض الملعب على طول ومعلقنا الكابتن عزب الشرباجي لينقل لحضراتكم احداث مباراه الكره الطائره للشباب تحت 21 سنه وعلى الزعامه الافريقيه. وبذكر تاني منتخب مصر تأهل لبطولة العالم، ولكن بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم تغطيتنا الحصرية والمستمرة لنهائي بطولة أفريقيا للشباب لكرة الطائرة ما بين مصر والمغرب الشقيق. المباراة ستقام على صالة استاد القاهرة أو الصالة الفرعية رقم 2 باستاد القاهرة في تمام الساعة 7. كابتن ممدوح حاجة لحضرتك، يمكن لو حضرتك مكان الجهاز الفني كابتن هاني عبد الحميد المدير الفني طبعا للفريق، تلعب مباراة النهاردة ازاي؟ اللي هتقول للعيبه ايه؟ طبعا من البدايه لازم يبداوا بقوه طبعا للسيطره على فرقه المغرب عشان ما تخشش معاك في الجيم، لان انت بتلعب على بطوله افريقيه، بطوله زي كده خلاص انت تاهلت كاس عالم واستريحت نفسيا، فانت لازم البطوله على ملعبك. لازم هتقول للعيبه ركز في اول مهاره، ركز في السيرف، ركز انك تضرب كوره سريعه. لازم المدير كمدير فني ان هو يحفز لعيبته اثناء المباراه، لازم تجدد الحوافز، لان ما حصل في ماتش الكاميرون اللي فات استسهلت ان انت كسبان 2-0 وبدات تريح خلاص ان الماتش بتاعك، فتاخد منك شوط.
صحيح. فجميع الالعاب لازم اي مدير فني لازم يعرف يعني ايه يجدد حوافز اللعيبه خلال المباراه عشان ينزل مركز لاخر نقطه. في الرياضه مفيش حاجه اسمها انت ضمنت الماتش لاخر نقطه، ممكن الماتش يقلب. صحيح. وحصل كتير مع الباسكت، في انت بتبقى راكب 10 بونت لحد اخر ثانيه ممكن الماتش يتقلب ويتاخد منك الماتش ويتسرق الماتش والطايره كمان 2-0 وتخسر 3-2. دي حقيقه، دي حقيقه. فلازم كمدير فني حافظ على تجديد حافز اللعيبه، لازم يبقى عندهم اصرار وتركيز لاخر نقطه. ومهم هنا الضرب من 6، لان الضرب من 6 كان في الماتش اللي فات مش كتير. انت عندك 2 لاعب مميزين مركز 4، عبد الرحمن الحسيني زي ما الكابتن حسام قال، وعندنا ميدو مع مروان الصافي اشول، لازم لعيب تستغله. ده ملخص المباراه اللي فاتت بتاعتنا يا كابتن مع الكاميرون، يمكن اهم النقاط وابرز اللقطات يعني. اتفضل يا كابتن. يمكن في هنا الاتحاد المصري موفر محلل تقني شغال على داتا فولي، وحاطط الكابتن هاني الاربيس وخبر حضرتك في ودنه، بيمده على طول بالمعلومات والاحصائيات ويقدر يقول له نقط الضعف ونقط القوه ايه عشان ياخد قرار صح. عشان ياخد قرار صح. ودي يمكن الكلام ده طبعا مختبئه استاذنا الكابتن ابراهيم فخر الدين، لان احنا اتعلمنا منه وقدرنا نطور نفسنا. كابتن ابراهيم فخر الدين ملك التكنولوجيا الحديثه. دي حقيقه، دي حقيقه. يمكن انا اما شفت اشتغلت معاه اكتر من 6 سنين، كنت ازاي اشوف اشتغل ازاي عشان اتعلم منه. ويمكن انا ما كنتش بعرف في الكمبيوتر، رحت اشتريت كمبيوتر مخصوص، ورحت اشتريت من الشركه الايطاليه السوفت وير داتا فولي على حسابي علشان اقدر يعني اواكب الفرق العالميه. احنا المدربين المصريين مش اقل من اي مدرب على المستوى العالمي، وعندنا الامكانيات. صحيح. فنقدر ان شاء الله نحقق انجازات. صحيح. كبيره، وربنا يوفق المنتخب النهارده. بس نقول لهم للعيبه ركزوا عشان ده ماتش بطوله ان شاء الله. طب كابتن حسام، يعني ده كان راي كابتن ممدوح، رايك ايه في المباراه لو كنت مكان كابتن هاني عبد الحميد المدير الفني؟ طبعا زي ما قال كابتن ممدوح، وانا قلت برضو في البدايه في الماتش الاولاني، ان انا عندي الارسال ده اداه هجوم مش مجرد ان انا ببدا بيه اللعب. انا طول ما انا هضغط بالسيرف على الفرقه اللي قدامي هخلي الدنيا بعد كده بالنسبه لي سهله، اذا كان في حاطط الصد او في الدفاع. فاول حاجه هقولها لهم لازم الارسال يكون مميز، الارسال يكون موجه. حتى لو هلعب ارسال سبايك لازم يكون في ريسك شويه، انا بلعب في ارضي بلعب على بطوله، يعني ريسك ما يقلش عن 80% من قوه السيرف. تاني حاجه هقول لهم يعني نراعي شويه الاستقبال، نحاول نوصله كويس للمعد بتاعنا عشان يقدر يشتغل بيه، اذا كان هيعمل جمل هجوميه او هيلعب لعب مفتوح سريع والنص وسريع وعلى الاطراف ويشتغل من 6 من نص الملعب. على قد ما اقدر برضو اقول له احاول يشغل الموجه الاولى، الضرب السريع هيسهل لي جدا اللعب بعد كده. البلوك هيبدا يثبت معايا في نص الملعب وابدا افتح الملعب في 4 وفي 2، هضرب بسنجل بلوك. يمكن الضرب من 6 هيكون هو مفتاح كلمه السر. احنا عندنا عبد الرحمن الحسيني وميدو بيضربوا كويس جدا جدا من 6، ابدا لازم اشغلهم. وطبعا مروان الصافي بيضرب من مركز 2، وزي ما كابتن ممدوح قال الراجل اشول وقوي جدا وجنبه عالي، فاقدر استغله. هيبقى عندي حلول الضرب بتاعتي كبيره جدا. احنا عندنا لعيبه مميزه جدا في الارسال، فممكن تخلي البلوكات بتاعتي. زي مين بتاعتي؟ كابتن عندنا في الارسال عندي عبد الرحمن الحسيني مميز جدا، عندي يوسف نصير السيرف بتاعه من الارسالات المضمونه، من الارسالات اللي انا بعرف اشتغل بيها كويس جدا. في ماتش الكاميرون كان كل مره بيجي على الارسال كنت بقدر اكسب 4-5 نقط ورا بعض. السيرف بتاعه مضمون، السيرف بتاعه مستقر، بيلعب بريسك كويس 80% 85%. عندي برضو الارسال بتاع انس المعد، ارسال قوي جدا، لو مشي معاه ارسال في الثاني في الثالث هيبدا يعمل معايا فرق كبير. يعني اغلب الفريق ارسالاته كلها كويسه بتقدر ان احنا نشتغل بيها بعد كده في الموجه الثانيه من اللعب. طب يا كابتن، حضرتك اتفرجت على فريق المغرب مثلا في مباراه سابقه، هل عند حضرتك معلومه عنه؟ او بلاش يعني نقول يعني من زي ما بيقولوا من مسمات اللعب شمال افريقيا، اكيد ليه سمات معينه. ايه الحلول او ايه الامور اللي احنا لازم نتجنبها في ان احنا ما نصطدمش بيها؟ هو عموما فرق شمال افريقيا تونس والمغرب والجزائر اهم ميزه بتميزهم ان هم ما بيغلطوش كتير. اللعب يعني الكوره بايظه بيحاول يحطها في ايد البلوك ويلمها تاني، الكوره مش عارف يوصلها كويس يعديها الملعب التاني ويبدا يشتغل ان هو ياخدها بلوك او يطلعها فين او يطلع ديفنسيه. الاخطاء بتاعتهم لو جينا بصينا على الاخطاء بتاعتهم اللي هي قليله جدا، بالذات فرقه تونس ممكن تكون فرقه المغرب قريبه شويه منها. ده اللعب اللي منتخب مصر ما بيعرفش يلعب معاه.
منتخب مصر بيبقى عنده ريسك كبير شويه في الارسال، عنده ريسك كبير جامد في الضرب. الفرقه ديت بتعرف ازاي تسحبنا وتلعب معانا نقطه بنقطه نقطه بنقطه لغايه لما نوصل لغايه نص الشوط، يبداوا هم يفوقوا شويه علينا ويبداوا يركبوا الجيم. يعني انا عايز احذر اللعيبه بتاعتنا، احنا لازم من اول الماتش في كل شوط لازم احنا نبقى راكبين، لازم فريقنا عاملين الفريق بتاعنا مريح 3 نقط 4 نقط، عشان لو حصل مني دروب في نص الجيم لازم اكون انا مغطي بالظبط، لازم اكون مغطي نفسي بنقطتين 3 او 4 نقط ان انا اقدر احصل الفرقه الثانيه وابدا ازيد ثاني مره ثانيه. كابتن ممدوح، يعني حضرتك يعني من راي كابتن حسام ان لازم يعني فرق الشمال افريقيا غلطاته قليله، لازم اكون مركز قوي، لازم اكون فارس. هو من نتيجه ماتش الكاميرون والمغرب والماتش خلص 3-1 لصالح الكاميرون، فاحنا نقول هنا ان الكاميرون اقوى من المغرب واحنا كسبنا الكاميرون فبالتالي احنا اقوى، بس الكلام ده على الورق، انما الملعب حاجه ثانيه. حاجه ثانيه طبعا. هنا يمكن كابتن حسام اشار لنقطه مهمه، الارسالات. احنا عندنا ساعات اللعيب بتاخده الجلاله انه يفضل يلعب سبايك، لا انا عندي اكتر من كذا نوع من الارسال. هو ده ساعات بيبقى لو هو مش قوي بيبقى ارسال سهل لاي مستقبل ان هو يستقبل، وبالتالي بيفتح ان هو يلعب لعب سريع عليك وبيهاجمك وبيعمل طرق الهجوم اللي هي المعتاده. انا ممكن العب ارسال جامب فلوتر، وده اللي بيحدده المدير الفني امتى يقول للاعب العب على لاعب مركز اربعه، العب ارسال قصير تكتيك على لاعب السريع علشان اوقف اللاعب السريع. هل احنا عندنا امكانيات اللعيبه دي والمدير الفني بيوجه مع المحلل التقني يشوف اضعف مستقبل مين، بالذات ان احنا في فرق عالميه غيرت طرق الاستقبال على مستوى العالم. بمعنى كابتن، بمعنى لو انا النهارده كل الفرق كانت بتستقبل بثلاث لاعبين فقط، بداوا يرجعوا لاعب رابع اللي هو الاوبزيت لو هو استقباله كويس، او اللعيبه ما يكون المرسل بيشوط ارسال جامد جدا فبيحاول يضيق المساحات بتاعه الملعب بحيث بدل ما تقسم على ثلاث لعيبه تتقسم على اربعه. دي حاجه. تاني حاجه، اما بيكون كل لاعب المحلل التقني اداله اتجاهات الارسال في مكان معين، يقدر المدير الفني يقول للاعب اللي في المنتصف ميل ناحيه اللاعب اللي واقف في خمسه اللي هو هيشوط علشان الاستقبال يطلع كويس. يبقى انا كده عليت الناحيه الدفاعيه عندي قوي بالظبط، اقدر ابني هجمه جديده لما يبقى عندي دي حقيقة. دي حقيقه قوي. في مدربين بتعمل الكلام ده كويس وفي مدربين بس امكانيات لعيبه كابتن امكانيات لا هو فكر مدرب وبيجهز لعيبه على الخطط اللي هو بتتنفذ دي وحسب قوه المهاجم وحسب المرسل ارساله قوي قد ايه. صحيح يا كابتن. طب كابتن، يعني استاذن حضراتكم، احنا جهزنا تقرير عن مباراه النهارده، مباراه مصر والمغرب، نشوف التقرير ده حضرتك كده. منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة على موعد مع كتابة سطر جديد في تاريخ اللعبة عندما يلتقي بنظيره منتخب المغرب في المباراة الختامية للبطولة الإفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر. ويتطلع المنتخب المصري إلى التحليق في سماء القارة السمراء ومعانقة المعدن النفيس والتتويج باللقب، وهو ما يمنح شباب مصر في الكرة الطائرة فرصة التحليق في سماء العالمية، حيث يحصل المنتخب المصري على تأشيرة المشاركة في بطولة العالم للشباب والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل. وقدم شباب الفراعنة نتائج متميزة في مشواره بالبطولة في ظل إدارة فنية متميزة تحت قيادة الكابتن هاني عبد الحميد وجهازه المعاون، ونجح شباب الفراعنة في الفوز بستة أشواط وخسارة شوط واحد، بعدما حققوا الفوز على حساب الكونغو بثلاثة أشواط دون رد، ثم الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد. ويدخل شباب الفراعنة مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، ليس فقط من أجل التتويج باللقب والوصول للمونديال، بل من أجل مواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة عربيا وإفريقيا والتواجد في المواعيد الكبرى عالميا. ويضم المنتخب المصري العديد من النجوم البارزة والنسور المحلقة في الكرة الطائرة المصرية والتي ينتظرها مستقبل مشرق، في مقدمتها عبد الرحمن الحسيني وبرفقته مروان الصافي وأنس شوقي وإبراهيم رسلان وإياد إهاب وعمر شريف.
في إعادة إنتاج لنجوم بحجم الأسطورة حمدي الصافي ومحمد مصلحي وعبد الله عبد السلام وأحمد صلاح، ليؤكد هذا الجيل أنه يسير على ضرب عظماء اللعبة في مصر بعدما نجح في حصد المركز الرابع في بطولة العالم، ليرسخ حقيقة أنه رغم مضي السنوات وتغير الأجيال لكن تبقى حقيقة ثابتة لا تتغير، أنه لا صوت يعلو على صوت الفراعنة في الكرة الطائرة قارية، وخير ممثل للقارة الإفريقية في المحافل الدولية. مباراة ما فيش شك مهمة جدا، يعني خلاص الحمد لله احنا ضمنا التأهل لكأس العالم، بس ده مش الهدف. هدف الفريق هو تأهل لبطولة العالم وايضا زعامة القارة الافريقية، خاصة ان جيل يقدر كده، والمباراة ممكن تبقى فيها ضغوط فيها امور، ونتمنى انها تمشي ان شاء الله يعني بالشكل اللي فيها في الاخر ان شاء الله يبقى فوز منتخب مصر. طيب خليني استعرض مع حضراتكم قائمة كلا الفريقين. هبتدي بفريق طبعا ضيوفنا الفريق المغرب الشقيق. كابتن ممدوح، استاذن حضرتك نستعرض مع السادة المشاهدين قائمة فريق منتخب المغرب. اتفضل يا كابتن. قائمة المنتخب المغربي رقم واحد محمد ياكي، ده صانع العاب. يا كابتن يا ريت حضرتك برضو قلنا المراكز. لا ما هو طب حلو مش ما مش باينه. تمام اتفضل يا كابتن. رقم 2 الياس، رقم 4 ادريس، رقم 6 سيفيان، رقم 8 عبد الله، رقم 9 زايد، رقم 10 المهدي، رقم 11 اسماعيل، رقم 12 نور الدين، رقم 12 13 محمد ابن علال، رقم 14 يوسف البعناني. تمام يا كابتن، دي كانت قائمة منتخب المغرب. كابتن يمكن احنا عندنا طبعا دراية اكتر بمنتخب مصر ومراكزهم. كابتن حسام، استاذ حضرتك نستعرض اسامي منتخب مصر وايضا مراكزهم. اتفضل يا كابتن. عندنا الاول رقم 2 انس شوقي لاعب النادي الاهلي، ده صانع العاب. عمر شريف رقم 3 لاعب النادي الاهلي مركز 3. حازم اشرف رشاد رقم 4 لاعب مركز 4 نادي الزمالك. احمد ايمن ميدو رقم 5 لاعب مركز 4 نادي بتروجيت. عمر وائل رقم 6 صانع العاب نادي الشمس. مروان الصافي رقم 7 النادي الاهلي مركز 2. عبد الرحمن الحسيني كابتن الفريق رقم 4 مركز 4 هو رقم 8. يوسف نصير رقم 9 لاعب مركز 3 نادي وادي دجلة. عبد الرحمن الشحات رقم 14 مركز 3 نادي بتروجيت. اياد ايهاب رقم 17 النادي الاهلي مركز 4. يوسف اشرف عباس رقم 19 بيلعب مركز 2 نادي الصيد. ابراهيم رسلان رقم 20 ليبرو الفريق من النادي الاهلي. تمام، يعني كان اسامي، انا حضرتك كنت بتستعرض الاسامي يا كابتن، الحقيقه لا يعني مجموعه كبيره جدا معروفين حتى بسنهم الصغير، يعني معروف ان هم اساميهم معروفه بالرغم ان هم 21 سنه. طبعا يعني احنا لو بصينا هنلاقي 6 لعيبه منهم في النادي الاهلي. ممكن يكون عندنا حازم اشرف من نادي الزمالك اللاعب الوحيد، ده هو لعيب صغير اصلا عن المنتخب، هو المفروض في منتخب الناشئين يعني. هو متصعد من المنتخب الاصغر. وعندنا عمر وائل برده من نادي الشمس، لعيب برده صغير عن المنتخب، هو متصعد من المنتخب الاصغر. يمكن كمان في بعض اللعيبه المميزه زي يوسف نصير رقم 9 لاعب مركز 3 في نادي وادي دجله، بيتهيالي ان هو هيبقى حاجه كبيره جدا في المستقبل، لاعب قوي جدا، لاعب مميز. يوسف اشرف عباس من نادي الصيد، لاعب هايل جدا جدا، بيضرب كويس جدا، هو يعتبر شايل نادي الصيد في السن بتاعه، هو ابن كابتن اشرف عباس ما شاء الله. طبعا ابن الوز عوام. بالظبط. لعيب هايل جدا، بيتهيالي ان اللعيبه كلها كويسه تستاهل ان هي فعلا تكون في منتخب. هنستمتع بالماتش ان شاء الله. وخليني برضو استعرض مع حضراتكم المديرين الفنيين في الاربع فرق. يمكن منتخب مصر طبعا المدير الفني الكابتن هاني عبد الحميد، وكنا شفناه طبعا في التقرير وسجلنا معاه وشفنا قد ايه كان حماسه بعد مباراه الكاميرون. يمكن مدير فني نادي الكاميرون او سوري انا اسف منتخب الكاميرون لتوانج البرت، مدير فني المغرب الشقيق اللي ان شاء الله هنواجههم الساعه 7 باذن الله. موجود اسماعيل ومدير فني الكونغو الديمقراطيه سابولو اوكاندا. وخلينا نروح لكباتن يعني الفرقه، كل فرقه ليها كابتن لاعب الكابتن او الكابتن الفريق. في مصر طبعا عبد الرحمن الحسيني اللي كنا اتكلمنا عنه من شويه، والكاميروني في الكاميرون الكاميروني براندون باسكو،
والمغرب محمد ياكي اللي هو هيبقى رقم واحد. احنا كنا استعرضنا مع حضراتكم الارقام، محمد ياكي كابتن فريق المغرب هيبقى رقم واحد، وكابتن الكونغو الديمقراطيه مافولا جهان. والحقيقه زي ما قلنا لحضراتكم انه طبعا مباراه الثالث والرابع انتهت منذ قليل بفوز الكاميرون، وشفنا احتفالات الكاميرون منتخب الكاميرون بالتاهل لكاس العالم، والحقيقه كانت احتفالات يعني فيها سعاده شديده. ليه؟ لان هم يمكن من اول مره زي ما قال كابتن ممدوح اسماعيل ضيف العزيز قال ان هم اول مره القاره السمراء حد يتاهل منها في هذا العمر او هذا السن، لان دايما ابدا بتبقى مقتصره على شمال افريقيا. هم على فكره مجبرين ينتظروا ماتش مصر والمغرب، ولكن هم الاحتمالات اللي موجوده وعلى الورق ان منتخب مصر افضل وانه فرصه اكتر في الفوز في مباراه المغرب، ولكن زي ما قلت مع ضيوفي انه لا شيء يعني مضمون في الرياضه، انت ممكن يعني لاي سبب من الاسباب يختل ادائك، ولكن لازم تلعب بكل جديه. كابتن يمكن اكيد خبره كل مدير فني ان هو يكون بيقود فريقه او يقود منتخب بلاده في حدث زي ده، وبتهيأ لي بصرف النظر عن عدد الفرق المشتركه ولكن هو تاريخ وسي في تحط كل مدربين. اكيد اكيد كابتن هاني مصمم النهارده ان هو يحرز اللقب عشان اول مره بالنسبه له يمسك منتخب الشباب، ومعاه جهاز مكون من كابتن ناصر مساعد مدرب وكابتن خالد سنقر، ومعهم مصطفى محل التقني، ومعهم جهاز اداري على مستوى عالي مع علاج الطبيعي مع دكتور سامح، وفر ليهم كل الامكانيات اللي الفتره دي اللي فاتت مع المدير الفني الكبير الكابتن ابراهيم فخر الدين مدير المنتخبات القوميه، بيشرف على المنتخبات وبيلف عليهم وبيشوف بيتابع بنفسه رغم انشغاله مع نادي الجيش كمدير فني، عمله بين مدير المنتخبات القوميه والاشراف على جميع المنتخبات، واعرف ان هو مسافر مع منتخب الناشئات نيجيريا، فده انجاز كبير ومجهود كبير. عندك فكره يا كابتن كم فرقه اكدوا حضورهم لبطوله الناشئات في نيجيريا؟ برضه مش هيزيد عن 4-5 فرق وخبر حياتك، لان تذاكر الطيران غاليه وفي نفس الوقت مع جائحه كورونا، فاعتقد برضه مش هيزيد عن فرصنا. ايه يا كابتن يعني؟ يعني انا بعتبر المنتخب ده خامه كويسه وعنده لعيبه كويسين جدا، وان شاء الله لا ان شاء الله نحقق. انت ما تقدرش تتوقع لسبب ان منتخبات الناشئين بتتغير من سنه للتانيه، لان في اعمار بتكبر والصغير بيكبر، فبتلاقي كل سنه الدنيا مش ايه. لا بس انا كمني برضه متابع فرق الانسات من زمن، فاقدر اقول النهارده الجيل اللي موجود يقدر يحقق البطوله بكل سهوله، حتى لو هي مقامه في ارض اي بلد من بلاد خبحتك. هنا على المستوى الكيني او النيجيري بينضجوا في الدرجه الاولى، صحيح، لان برضه لعبتهم وخبحتك بتروح تحترف بره وبيرجعوا خبحتك يقووا الانديه. وعلى مجال الانسات برضه فرق كينيا بتبقى أجيال، جيل بيعمل طفرة لمدة 7-8 سنين وتلاقيه بيستنوا لما بيقعوا ويرجعوا يبنوا جيل تاني. فهنا دي المشاكل بتاعت الدول الأفريقية، وحتى يمكن احنا عايزين نتلافى في الحتة دي، ان احنا الجيل الكبير عندنا لسه أحمد صلاح بيلعب وعبد الله بيلعب وأشرف الحسن بيلعب، لا أنا عايز عندي أنس معد ما اتكلمناش عليه، هو من المعدين الكويسين قوي وكان معاه أكتر من كذا معد في النادي الأهلي، بس هو الوحيد اللي فضل مكمل. يمكن المعدين اللي جنبه ابن ماجد مصطفى جاله بعثه خارجيه دراسه فضل هو لا اظن كانت انجلترا وخبر حياتها، فصفروا عشان يدرس. في ابن الدكتور اسامه فرج سيف برضه معد كويس، برضه اما الجيل طلع للدرجه الاولى راح نادي تاني. وعندي كان اكرم لاعب عبد الله عبد السلام الصغير، يمكن يقرب لكابتن محمد مسلحي، يمكن السنه دي راح نادي الطيران وخبر حدا. يمكن في طفره كبيره من الناشئين، بس محتاجين ان احنا نراعيهم، ان احنا نعمل لهم الاحتكاك، ان احنا نديهم الخبره ونرجع نرجعهم تاني. تقويه المسابقات، ونفكر في الاتحاد ازاي اعمل مسابقات قويه. احنا عندنا بنضيع وقت في الادوار التمهيديه، يعني الدوري بقى 28 فرقه. ليه 28 فرقه؟ ما فيش الفرق اللي هو مستوى عالي اللي هم بالكتير 12 فرقه اللي هم بيلعبوا حاليا، فانت عايز تكتر عدد المباريات بالنسبه للفرق القويه، وما تضيعش وقت في الادوار الامنيه، لاما اقلل وخبر حضرتك عدد الفرق اللي في الدوري الممتاز عشان اقدر اعمل احتكاك قوي حتى على مجال الناشئين. انت بتلعب في الادوار التمهيديه رايح جاي في مجاميع كتيره جدا، واقعد شهرين وثلاثه بلعب في الادوار التمهيديه ما بستفادش حاجه، لا انا عايز افكر
الفرق اللي هي بتوصل لدور النهائي العب زي المنتخب الايطالي ما فكر والاتحاد الايطالي عمل خمس ماتشات كل فرقه تلعب الثانيه عشان بيست اللي هو بلاي اوف زي الباسكت. وفي الباسكت نفس القصه حصل الكلام ده في مصر، ونتمنى ان هم يراجعوا المسابقات تاني. رايك ايه يا كابتن حسام الكلام؟ يعني كابتن ممدوح قال فكره حلوه جدا، قال انه انا لو عشان ارقى بالمستوى اكتر لازم اعمل مباريات مع الفرق يعني انا العب مع قريني من المستوى اكتر مباريات ممكنه، انما ان انا العب مع فرق انزل اكسب 3-0 تالي مفيش استفاده. رايك يا كابتن؟ طبعا كابتن ممدوح مع حق جدا في الكلام اللي بيقوله دوت. يمكن انا اكون السنه دي شفت الوضع دوت عملي. انا كان في ماتشات بتخلص 3-0 بس 3-0 شكلها صعب جدا، 3-0 يعني 25-3 25-4 25-1 لا ليا ولا الغير ضعيفه يعني. انا لما اكون كنادي اهلي بلعب ماتش مع فرقه قليله جدا، مثلا عندي فرقه غزل المحله في الدوري كسبت 25-3 25-4 25-1، الست الاساسي عندي في منتخب مصر هم الست الاساسي بتوع النادي الاهلي. يعني الجيل اللي هيلعب دلوقتي نهائي افريقيا هو كان بيلعب الماتشات ديت بالمستوى دوت، فانا كده يعتبر ان انا كنت بضيع منه مجموعه كبيره من الماتشات هو ما استفادش بيها حاجه. وبنفس الكلام الفرقه الثانيه يعني بالظبط، تلعب يعني مع فرقه في مستواها ترقى واحده لما واحدة. تلعب في فرقه مع مستواها طبعا هتطلع واحده بواحده، مش مجرد ان انا بعدي ارسال الفرقه الثانيه مش عارفه ترجع لي الكوره. يعني انا كنادي اهلي كنت بعدي سيرف في بعض الماتشات الفرقه الثانيه ما بترجعهاليش. اللعبه ديت لما تيجي ابص عليها على المحصله النهائيه في الوحده التدريبيه اللي هي خدتها الماتش دوت ليها ما استفادتش حاجه. انا واحد لعيب عندي وقف بالظبط، انا لعيب واحد وقف عندي لعب 25 ارسال 25 نقطه، بقيه اللعيبه الخمس لعيبه التانيين ما لمسوش الكوره. في حين انت لو لعبت نادي قوي مثلا لعبت اهلي وزمالك مثلا لعبت 5-6-7 مباريات في الماتش في الموسم استفادة هتبقى اكتر. طبعا كتير جدا هستفيد. يعني انا نفسي كلعيب هشوفها، هعرف امتى هلعب سيرف سبايك جامد، امتى هلعب ارسال فلوتر موجه كويس، اللعيبه اللي قدامي ديت مستواها عالي هعرف اطلع بلوك ازاي، هعرف اظبط البلوك. انا كبصير مثلا زي انس هيبقى في تحدي بينه وبين البصير الناحيه الثانيه شويه، مش مجرد ان انا بلعب الماتش باديه وبخلص ومروح. طب كابتن عندنا 4 لاعبين طلعوا اعاره السنه دي، يعني هم كانوا مرشحين يلعبوا على الفريق الاول ولكن كابتن محمد مصالحي كان ضيفنا او صرح بكده في اكتر من مناسبه انه عنده 4 اجيال في الفريق، فهو الحقيقه بيعد جيل دلوقتي باعاره 4 لاعبين وهم طلعوا من عند حضرتك. قول لنا يعني اساميهم وكمان الانديه اللي راحوا لها. طلع من عندنا السنه دي عمر اكرم راح نادي الجيش، طلع من عندنا يوسف مرجان المعد راح بتروجيت، يوسف الصافي لعيب مركز 4 راح بتروجيت، في عمر زكريا برضو لعيب مركز 3 راح بتروجيت، يمكن يكون فرقه بتروجيت هي اخذت اكبر عدد من اللعيبه. في كمان عندنا كمل في السنه دي كم حماده ده كمل في الدرجه الاولى وربنا يكرمه ان شاء الله كده ويثبت نفسه. يعني اللي اقصد اقول لحضرتك انه 4 لاعبين طلعوا بيتهيألي ممكن فرص عودتهم السنه الجايه ممكن تبقى كبيره، يعني بيتهيألي برضو زي ما قال كابتن ممدوح بيطلعوا فرق خارجيه يعني يكتسبوا خبرات. ولكن يا كابتن لو اتكلمنا على سكيل بقى الاحتراف الخارجي، احنا محتاجين يبقى عندنا 2 و3 و4 و5 3 4 لعيبه 5 محترفين في ايطاليا، محترفين في الدوريات القويه للكره الطائره، وده مش هيحصل الا اذا حققت النتيجه على المستوى العالمي كمنتخبات كويسه. انا كان نفسي الصراحه يعني مجموعه اللعيبه ديت الاربعه لعيبه دول او 5 لعيبه يكون في حد يعرف يوجههم ان هم يطلعوا بقى اصلا بره مصر، مش يطلعوا يلعبوا في الدوري المصري، لان هم امكانياتهم كانت تسمح ان هم يلعبوا بره. اذا كان يوسف الصافي او اذا كان عمر اكرم لازم يكون في ايجنت. هل مثلا بالظبط كده لازم يكون في حد يعرف يسوقهم ان هم يلعبوا، حتى لو هيلعبوا في دوري مثلا مش قوي مثلا زي الدوري اليوناني او الدوري الهولندي، بس هم هيشوفوا بالظبط حياه احترافيه شكلها عامل ازاي، عشان لما يجي يرجع النادي الاهلي تاني او يرجع يلعب في منتخب مصر يكون هو شايف الفولي بره وشايف المستوى العالي، عرف يلعب مع مستويات عاليه، مش مجرد ان انا اطلعه اعاره في مركز في نادي في الدوري عندي هنا برضو يلعب كميه كبيره من الماتشات اللي هي لا تصلح ان هي تركب مستوى، انما لما هطلعه بره هيعرف يلعب ماتشات كويسه تعرف تفيده بعد كده وتفيدني بعد كده في المستقبل. صحيح، بس انا برضو لغايه دلوقتي مش قادر اتخيل يا كابتن ممدوح، يعني برضو يعني عمال افكر بقول ان احنا حمدي الصافي وطلع روسيا وعبد الله عبد السلام طلع تقريبا ايطاليا على ما اتذكر، واحمد صلاح راح تركيا، يعني راحوا انديه كبيره في اوروبا ودوريات قويه. انا مش قادر اتخيل يعني احنا مثلا في الباسكت بيحصل ان في لعيبه كتير جدا بتلعب دلوقتي في امريكا، عندنا نادر
بيلعب في الان بي اي، مصري بيلعب في دوري الان بي، يعني اوريدي في كل لعبه هتلاقي، لو دورت هتلاقي مجموعه. الطايره الحقيقه انا عندي لغز غريب قوي. هو يمكن حقيقه طبعا حضرتك بتقوله، يمكن النادي الاهلي برضه جاب الدكتور وجيه حمدي عميد الكليه التربيه الاسبق، هو المدير الفني للنادي الاهلي ومنتخبات مصر، مع الكابتن احمد زكريا المدير الفني السابق للنادي الاهلي والانديه عديده والجيش وبتروجيت، مع كابتن تهاني توسن مدير قطاع الناشئات. هنا النادي الاهلي قدر يوفر كوكبه من المدربين لاعاده والتركيز على المراحل السنيه الصغيره عشان يطلع اجيال كويسه. يمكن كابتن احمد زكريا بينزل اشوفه بينزل بيمرن في ايده في الملعب نفسه بنفسه، فيمكن في روح عاليه جدا ان احنا نرجع الكلام ده تاني، علشان زي ما حضرتك تفضلت وقلت مهم جدا الاحتراف الخارجي. كابتن حمدي اسطوره من اساطير الكره الطايره، يمكن راح احترف لان في جيله كان اتلعب بطوله عالم هنا على ارض الاستاد في نفس الملعب من اكتر من 15 سنه، ومن بعديها بداوا يبصوا علينا وبدا يروح يحترف في اهلي جده وبدا يروح يحترف في روسيا. وخبر حياتك احمد صلاح نفس الحكايه، عبد الله راح ايطاليا وخد كاس مع النادي تلفيزو مع بطوله العالم 2001 كانت، مش 2000 يا كابتن، وكان كابتن حسام شعراوي بيلعب فيه بالظبط كده. فكان جيل مميز جدا مع كابتن جابر عبد العاطي ومع كابتن شريف الشناولي وخبر حياتك. فنفسنا نرجع الاجيال دي تاني ونودي لعيبه تحترف برضه باستضافه البطولات اللي هو بيكررها تاني. الدكتور فؤاد عبد السلام المدير الاتحاد الافريقي في اللقب الجديد وال مع رئيس الاتحاد الافريقي تكمله لمشوار الدكتور عمرو علواني. هنا بيحصل تواصل ويحصل تواصل اتفاقيات وبروتوكولات ان شاء الله. فرصه ان الدكتور فؤاد موجود نقدر نستغل طبعا علاقاته ونستغل خبراته في هذا المجال مع الدكتور سامح، ونقدر ان شاء الله نطور لعبتنا. نتمنى ان شاء الله كابتن، وممكن قريبا نشوف حد من اولادنا ان شاء الله محترف. يا رب يا رب. اعزائي المشاهدين لازم نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل طبعا تغطياتنا الحصريه والمستمره لمباراه نهائي افريقيا للشباب لكره الطائره مصر والمغرب، ولكن بعد الفاصل.